بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. النهاردة الحقيقة حلقتنا كالمعتاد هتبقى عبارة عن نصفين، النصف الأول مجموعة من الأخبار، والحقيقة عندنا النهاردة مباريات مهمة حصلت خلال اليومين اللي فاتوا. طبعا كان أبرزهم على الإطلاق مباراة امبارح أكيد في السوبر الرجال، ومباراة أول امبارح في سوبر السيدات للكرة الطائرة، واللي فاز بيهم الاثنين النادي الأهلي بطولتين في أقل من 24 ساعة على صالة الاتحاد الشرطة الرياضي، ونقلناهم لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. ألف مليون مبروك، بطولتين غاليين علينا لو ان هم جم في فرع يمكن كرة اليد السنة اللي فاتت شهدت منافسات وشهدت اهتزاز بعض الشيء، ولكن أبطالنا استطاعوا امبارح وأول امبارح بالروح ان هم يتخطوا عقبة نادي الزمالك ويفوزوا بالكأس في المباريتين. طيب الكرة الطائرة عندها التزامات أخرى جاية؟ عندها التزامات أخرى جاية، عندها ثلاث بطولات سواء للرجال أو للسيدات. إن شاء الله يكون ليهم حظ كبير منهم ويكون السنة دي سنة سعيدة على فرع الكرة الطائرة زي ما كان على فرع كرة اليد وكرة السلة السنة اللي فاتت بإذن الله. إذن النصف الأول من حلقتنا مجموعة من الأخبار، والنصف الثاني عبارة عن فقرة حوارية. نادي الأهلي الحقيقة بيضم العديد من الألعاب، يمكن في بعضها معروف لجماهير النادي الأهلي وفي بعضها غير معروف، ويمكن دايما بنحاول نسلط الضوء على كل الألعاب داخل النادي الأهلي عشان حتى جماهير النادي الأهلي تبقى فخورة بالنادي إزاي بيرعى هذا الكم من الألعاب بميزانية ضخمة بيحطها النادي الأهلي لهذه الألعاب بموارده الخاصة. النهاردة النادي الأهلي بيصرف على كل الألعاب دي بموارده، زي ما بيقولوا بدراعه. النادي الأهلي الحقيقة اسم كبير، واسمه في حد ذاته يكفي لجذب الكثير من الرعاة والشركاء، منهم ما يتم توجيهه لكرة القدم ومنه ما يتم توجيهه للألعاب الأخرى. فإذا إدارة مؤسسة كبيرة زي نادي الأهلي هو شيء يعني صعب كتير. النهاردة هيكون معانا لعبة من الألعاب وهي السباحة التوقيعية. السباحة التوقيعية هي رياضة في النادي الأهلي أصيلة في ألعاب الماء، ويمكن شهدت فترات غياب شوية، ولكن النهاردة النادي الأهلي استطاع أنه يرجع تاني في السباحة التوقيعية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين السباحة التوقيعية بتكون للأنسات فقط، ودي لعبة أولمبية يعني بتشارك في الأولمبيات ولينا منتخب مصر. اللعبة دي لها جوانب كتير مش واضحة للجمهور. النهاردة حلقتنا مع السباحة التوقيعية، فريق 19 سنة اللي استطاع أنه يفوز بالكأس العام لبطولة الجمهورية، وده إنجاز كبير لهذا السن. والنهاردة 19 سنة اللي منهم بيلعبوا فريق الدرجة الأولى واللي منهم بيلعبوا أصغر من كده، فده سن مهم جدا لهذه اللعبة. هنتكلم معاهم، هيكون معانا ست لاعبات اتنين مدربات، أيضا هيكون معانا تمانية من هذا الفريق هنتكلم معاه. تابعونا هتعرفوا قد إيه جوه النادي الأهلي في مواهب عديدة في مجالات وألعاب مختلفة. هنرجع لحلقتنا، هنروح لخبرنا الأول كالمعتاد ألا وهو كرة اليد. مستر ديفيد ديفيد، كان عندنا مباراة مهمة مع هليوبلس، وصعوبتها كانت إن المباراة خارج أرضنا، كانت في نادي هليوبلس أو صالة هليوبلس بالشروق، ودايما مباراة هليوبلس والأهلي بتشهد ندية، ولكن الغريب في هذه المباراة النادي الأهلي فرض كلمته منذ البداية حتى النهاية. انتهت المباراة بفوز كبير 32-21 للنادي الأهلي. مستر ديفيد ديفيد قاد المباراة بحرفية. ليه؟ لأنه عمل روتيشن كبير على اللعيبة، ما خلاش لعيب واحد في الملعب يقعد أكتر من يمكن 10 دقايق، كل اللعيبة شاركت. فالنهارده لما تقدر أنت بهذا العدد من اللاعبين وهذا الروتيشن تفوز بهذا الفرق، لا أنت الحمد لله فرقتك بتقف على أرض صلبة، خاصة إن الشوط الأول زي ما قلت لحضراتكم إحنا سيطرنا على المجريات، الشوط الأول خلصان 18-10 كده، بنحافظ على الفرق بيننا وبين بعض حوالي 3 نقاط بيننا وبين نادي الزمالك، احنا رصيد 29 نقطة، نادي الزمالك 26 نقطة. طبعا عايز اقول لحضراتكم انه الدوري هيقف 3 اسابيع تقريبا، لانه في الاجندة الدولية ومشاركة منتخب الشباب بقيادة نجم الاهلي السابق كابتن طارق محروس ومديره الفني السابق في دورة الالعاب الافريقية اللي جاية، واللي هتكون في العاصمة الغنية اكرا، واللي هتبقى في الفترة من 8 ل 23 مارس اللي احنا فيه. بعد توقف الدوري هترجع فرقتنا عشان عندها مباراة مع نادي الجزيرة على صالتنا باهلي الجزيرة. طيب بنعيد وبنكرر وبنقول دايما ان احنا عندنا بطولة الالعاب الافريقية في اكرا في غانا، ودي بتتعمل كل 4 سنوات، كان المفروض انها تجرى العام الماضي في 2023، ولكن تم تأجيلها لمارس 2024 حتى يدوا وقت أكتر لدولة غانا الشقيقة في أفريقيا حتى تكمل استعداداتها لهذه الدورة. دورة تبقى كبيرة جدا بيشارك فيها أعداد كبيرة من اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية، والبطولة دي الحقيقة مشارك فيها كرة اليد بفريق الشباب اللي عنده التزامات دولية قادمة، فده أكبر أو أحسن مجال يقدروا يعدوهم فيه. البطولة الرسمية
ولكن بيروحوا بمنتخب الشباب. وبالمناسبه في فرق كتيره رايحه والعاب كتيره رايحه بالشباب، ودي فرصه جيده. دايما مصر بتاخد بطوله الالعاب الافريقيه، بيبقى المنافس معانا نيجيريا وجنوب افريقيا. كان ليا الشرف ان انا لعبت بطولتين من العاب افريقيه، احدهما كان في جنوب افريقيا والاخرى كانت في الجزائر، والحقيقه بتشهد تجمع الالعاب كلها، ويكون شرف لاي لاعب مصري انه يشارك في هذه البطوله لانها بتبقى عباره عن اولمبياد مصغره. هنروح لخبرنا الثاني مع كرة اليد سيدات. سيتوقف الدوري فترة أيضا، الحمد لله الدوري واقف وإحنا أول الدوري، ويتبقى مباراة وحيدة تتبقى يعني فضلنا نفوز بها في الدورة المجمعة اللي جاية عشان بعد كده نفوز بهذا اللقب. مباراة من ثلاثة تفوز بلقب الدوري وتحتفظ به للسنة الثانية على التوالي. والدوري هيرجع تاني أيام 13 و14 و15 مارس اللي جاي، وهتكون ماتشاتنا مع سموحة والشمس والزمالك. فوزك في أول ماتش مع سموحة يكفي باحتفاظك باللقب. بنفكر حضراتكم ان فرقتنا عندها 15 نقطه بيحتل الصداره، بعديه على طول نادي الشمس في الوصافه بسبع نقاط، فارق كبير عملناه على مدار الموسم وليس في الدوره المجمعه الاولى. فرقتنا محتاجه فوز واحد زي ما قلت لحضراتكم من اصل ثلاث ماتشات في الدوره المجمعه الثانيه قدام سموحه والشمس والزمالك عشان يحافظ على البطوله اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت بعد الفوز على سبورتنج 28-24. خليني اقول لكم على حاجه، يعني يمكن نظام الدوري في كرة اليد سيدات نظام عادل بشكل كبير. طول السنة هو نظام تراكمي، كل ما بتكسب كل ما بتاخد نقاط، وطلعت الدورة المجمعة وانت محافظ على النقاط دي. نظام الدوري ونظام المسابقة في السيدات هو نظام عادل، ولكن للأسف في الرجال مش عادل. وانا بقول الحقيقة دي وشاركني فيها كثير من النقاد الرياضيين، الحقيقة اتكلمنا مع بعض سواء فريق الإعداد سواء عندنا فريق البرنامج كله، كل زمايلنا يعني النقاد الرياضيين اجتمعوا معايا ان نظام الرجال مش عادل. طب ليه مش عادل يا كابتن؟ لان النهارده ما يعقلش ابدا ان انا افضل طول السنه بلعب وطول السنه بكسب، والدوري يختزل في النهايه بين اول وتاني، بيلعبوا ثلاث جيمات بيست اوف 3، اللي يكسب مباراتين يكسب. طب انا ممكن اقعد طول السنه احافظ على نفسي في المركز الثاني، وانا طول السنه بحافظ على نفسي في المركز الاول، وفي الاخر المحصله متساويه. فالنهارده الدوري لابد، ايه المشكله لما اخش حتى بيست اوف 3 لو انت عايز تعمل ده تدخلني وانا فارق نقطه، يكفيني مباراه واحده من الثلاثه. يعني لو انت عايز حتى ميزني في حين السيدات، لا السيدات قال لك الدورتين المجمعتين هيتلعبوا، واحده على ملعب الثاني واحده على ملعب الاول، ميز الاول بالنقاط وميز الاول والثاني بالنقاط، وميزهم كمان بإقامة المباريات على ملعبهم. يبقى ده نظام عادل، أنا بتعب طول السنة فتفضل خد جزاء تعبك. النهارده الرجال احنا كل ده هيتمسح بأستيكة، وهنلعب ثلاث مباريات مع نادي الزمالك على بطل الدوري. طبعا نظام مش عادل، أتمنى من لجنة المسابقات الحقيقة من الأخ العزيز سعيد عبد المنعم وهو ابن مدينة السويس إنه يفكر تاني ويعيد حساباته مرة أخرى، حتى لو بالكلام طبعا مع مستر خوان كارلوس باستير المدير الفني، لأنه ليه دخل كبير في نظام الرجال. ممكن بالحوار نفهمه نقول له نتكلم معاه. اتمنى ان نظام المسابقه الموسم القادم، طبعا الموسم ده مستحيل يتغير، ولكن الموسم القادم نتمنى نشوف موسم قريب للسيدات عشان اللي يتعب ياخد حقه طول الموسم. هنروح لكره السله رجال. خلاص المنتخب خلص اشتراكاته، لعب ثلاث مباريات، هزيمه واحده من كوت ديفوار، فريق كوت ديفوار العنيد، وكانت المباراه بتتلعب على صاله الدكتور حسن مصطفى. خلصنا مع المنتخب، رجعنا تاني لمباراه السوبر. بكره ان شاء الله هنلعب مباراتنا المؤجله من المباراه اللي كانت مفروض تتلعب يوم الجمعه يوم وفاه معالي الوزير العمري فاروق، وتم تاجيلها في لفته كانت انسانيه جميله من اتحاد كره السله. بكره ان شاء الله هنلعب الماتش المؤجل، هيكون الساعه 8 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. فرقتنا خلصت الدور الاول في الترتيب وهي في المركز الاول برصيد 12 نقطه بعد الفوز 6 ماتشات بالعلامه الكامله، وفضل لنا بس ماتش الجزيره المؤجل، وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم سبب تاجيله كان ايه. وبعد ماتش الجزيره ده هنلعب مع نادي هليوبلس في بدايه المشوار الثاني من الدور الثاني او دور الترتيب الثاني قبل ما نروح على البلاي اوف. فرقتنا لسه راجع لها ثلاث لعيبه كانوا بيشاركوا مع المنتخب، عمرو الجندي وعمر طارق كريم حاتم. عمرو الجندي عمل ثلاث مباريات ولا اروع مع المنتخب الحقيقه، ربنا يحفظه ويحميه من الاصابات. ايهاب امين لسه ما رجعش يعني بالكامل، هنشوف بكره اذا كان الجهاز الفني بقياده مستر اجوستي بوش هيدفع بايهاب امين بكره في مباراه الجزيره، ام سيفضل انه يعني يكمل فتره اعداده. انا لو انت بتسالني انا افضل، انا مش عايز حاجه من الماتشات دي، انا ايهاب امين عايزه على البلاي اوف يكون جاهز 100%. عندي ثلاث اسابيع لانه عنده مزق في عضله سخيفه شويه في الكتف اليمين، فهو محتاج فتره اطول. هو كان بيقول هيلعب مع المنتخب، والحقيقه ضرب بيا تليفون بيني وبين ايهاب امين، وهو قال لي ان هو هيلعب مع المنتخب ولكن ما لعبش، فهنا
واضح انه برضه كان فاضل له حاجه على تاهيله. اتمنى انه ما يشاركش، ودي سياسه مستر اجوستي بوش على فكره يا جماعه، مش محتاج اقول كده ولا احنا نقول، لان دي سياسته، ما بيشاركش اللعيب الا اذا كان 100% سليم مهما كان اسمه، وهي دي مقومات النجاح. حافظ على لعيبتك، خاصه ان انت عندك عمرو زهران غايب في هذا المركز، فانت محتاج تحافظ على لعيبتك كلها بشكل كبير. هنروح لفريق السله، برضه ماشي بشكل كويس، خلصنا الدور الاول بهزيمه واحده من نادي سبورتنج، طبعا بيقود فريق كره السله سيدات كابتن طارق خيري، وكان عندنا هزيمه واحده في اسكندريه مع نادي سبورتنج بعد اكسترا تايم. بدانا الدور الثاني باول مباراه مع الظهور، كان عندنا مباراه ثانيه مع نادي هليوبلس، فرقه محترمه برضه، فرقه جيده جدا، واستطعنا الحمد لله ان احنا نفوز بفرق كبير 98-46. الفتره الاولى خلصت 26-15، الثانيه 60-28، الثالثه 81-39، الرابعه حط نادي هليوبلس بس 7 نقاط وانتهت 98-46. فرقتنا زي ما قلت لحضراتكم عندها 17 نقطه في الوصافه، هتبقى هنمشي كده غالبا، هتفوز على كل المباريات، هتيجي على ماتش سبورتنج اللي هيكون عندك ان شاء الله في ملعبك، هو ده هيحدد الاول والتاني. والحقيقه هي مش فارقه كتير، لان انت هتلعب تاني بلاي اوف، اول مع تامن، تاني مع سابع، تالت مع سادس، رابع مع خامس، وبعد كده العبوا بيست اوف 3 وهكذا لغايه ما نوصل للمباراه النهائيه. الاهلي هيلعب الماتش الجديد او اللي جاي يوم ان شاء الله السبت اللي جاي مع نادي الجزيره على صاله المركز الاولمبي بالمعادي، وان شاء الله كل التوفيق لفريق كره السله سيدات بقياده الكابتن طارق خيري. هنفكر حضراتكم بقى بالخبرين الابرز عندنا هذا الاسبوع، وهو فوز طبعا الكره الطائره رجال بكاس السوبر المصري. يمكن الكاس السوبر المصري كان في نسخه ده الموسم الثاني في الشكل الجديد، كان زمان السوبر بيتلعب زي الباسكت كده، بطل دوري بطل كاس العب ماتش خلاص. السنه اللي فاتت عملوها مفرمه الحقيقه، المفرمه كانت ايه، 4 فرق بتلعب 3 ماتشات، وبعد كده يرتبك اول تاني تالت رابع، وبعد كده تلعب قبل نهائي اول مع رابع وتاني مع تالت، وبعد كده ايه كسبان مع كسبان بتلعب 5 ماتشات. كان السوبر السنه اللي فاتت 5 ماتشات، كان مفرمه، كان في وقت صعب. اذا كان الماتش السوبر 5 ماتشات، امال الدوري هيبقى ايه؟ فالنهارده هم ما عندوش اتحاد كره الطائره وقت للكلام ده، عندنا اولمبيات هم يشاركوا فيها، عندهم اعداد للاولمبيات، عندهم الالعاب الافريقيه اللي جايه، عندهم مسائل التزامات، فما فيش وقت يضيعوا في مباريات الحقيقه ممكن تطول الموسم بشكل يعني ملوش لازم. فالسوبر اتلعب السنه دي قبل نهائي ونهائي، كل فرقه لعبت مباراتين، احنا لعبنا طلائع الجيش، الناحيه الثانيه كان الزمالك وبتروجيت، الزمالك كسب احنا كسبنا، لعبنا على اول وثاني، البتروجيت وطلائع الجيش لعبوا على تاتو الرابع، طلائع الجيش فاز بالمركز الثالث، نادي بتروجيت المركز الرابع، الاهلي والزمالك لعبوا امبارح في مباراه عصيبه الحقيقه، وتحطينا في ظروف مشابهه للسنه اللي فاتت، كوبي بيست، انت بتكسب وبعد كده بترجع وبعد كده يطلع عليك وبعد كده يتعادل معاك، نفس الوضع اللي حصل السنه اللي فاتت. ولكن من وجهه نظري انا، وكان ضيوف التحليلين امبارح كابتن احمد زكريا وكابتن كريم جمعه، اتفقنا حتى واحنا اوف اير ان من ضمن اسباب المكسب، انا بكلمكم بقى في ناحيه فنيه، من ضمن اسباب المكسب الروتيشن اللي حصل امبارح. انت لو اتفرجت على المباراه وركزت انت مش هتفتكر مين لعب قد ايه، ده في حد ذاته انجاز. والحقيقه مستر فرنانديز ولما كان معانا هنا في قناه النادي الاهلي قال لي انا ما عنديش لعيب نجم وما عنديش لعيب مش نجم، كله هيلعب. والحقيقه انا استغربت، لان احنا عندنا لعيبه جامده، لعيبه يعني النهارده عبد الله عبد السلام جامد، حسام يوسف جامد في مركز صناعه اللعب، عندك عصران، عندك سعودي، انا بقيت مش عارف هيعمل ايه. وعايز اقول لكم بقى، خدوا مني الماتشات اللي جايه ممكن تلاقوا ناس تانية خالص، يعني ماتش امبارح ادى لحسام يوسف شويه وما اداش لعبد الله عبد السلام، ممكن تلاقي في ماتشات عبد الله عبد السلام بياخد. امبارح سعودي ما لعبش، ادى للعيبه الناشئين وادى لعبه، ممكن تلاقي الماتشات. يعني قصدي اقول انه بالفكر اللي انا شايفه ده، هو فكر ديفيد ديفيز وهو فكر اجوستي بوش، الاسبان فكرهم كده واضح. احنا عندنا 3 اسباب، مش صدفه ابدا، يبقى الـ3 بيفكروا كده، روتيشن عالي، ما عندوش نجم، كله بيشارك وكله بيكسب. اول كلمه امبارح مستر فرنانديز قالها، او فرنانديو مونزو قالها امبارح وهو في تسجيله معانا في قناه النادي الاهلي مع زميلتنا سالا حامد بعد المباراه، قال انا بشكر اللعيبه اللي ما لعبتش، يعني هو عارف ان اللعيبه اللي ما لعبتش لسه ليها دور، فده واضح السياسه دي. طيب المباراه او الفتره اللي جايه عندهم ايه؟ عندهم توقف شويه بس، عندهم 3 التزامات، الرجال والسيدات بطوله افريقيا تبقى بعد العيد على طول، وعندنا دوري وكاس. كل التوفيق لفرع كره اليد، احنا السنه اللي فاتت بدانا بالسوبر المصري كسبناه، نتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل بقى، ما يحصلش تراجع تاني في النتائج، بس عندنا ثقه ده هيجي بالمجهود والعرق والتعب. بالنسبه للسيدات نفس الوضع، كان مباراه مع الزمالك بس كانت عنيفه شويه، يعني ايه؟ كانت الدنيا قريبه جدا،
كانت النتيجة وصلت شوط 1-1، 2-2، 3-2 لينا. طبعا يعني شهد التألق من كل اللعيبة الحقيقة، مش عايزين نقول حد أو ننسى حد، ولكن طبعا يعني حتى المباراة، حتى الماتش أو ماتش الفيصل يعني خلص 15-10. طيب ده نتيجة إيه؟ نتيجة شغلك، تعبك طول السنة، فبدأ يظهر الروح اللي لعبت بيه البنات، القتال على كل كرة. الصالة الحقيقة يعني كان كل مربع صغير في الملعب البنات بتقاتل عليه عشان تفوز، وده اللي حسم النتيجه في الاخر. الروح العاليه، الاداء، زي ما حشمان زي ما انتم شايفين، لا هم كانوا نازلين عندهم رغبه، وده الحقيقه بيميز الطايره سيدات، الروح العاليه، القتال. ما خدوش لقب فتيات الذهب، يعني ده لقب تاريخي بتاخده من خلال تاريخك كله، فالنهارده ما خدوش اللقب ده، والرجال خدوا لقب الماسترز او الساده، او يعني زي ما بيقول يعني الاساتذه، ما خدوش اللقب ده من فراغ، نتيجه اجيال وتعب وعرق. فالبنات الحقيقه كل التحيه ليهم، وجوم تاني يوم بالمناسبه، تاني يوم كانوا فريق رجال بيساندوه، فالحقيقه يعني دي روح كبيره واداء جيد، وان شاء الله احنا متاكدين من يعني فرع كره اليد السنه دي. وسهيله وفيق امبارح كان ليها دور اول امبارح، يعني سهيله عودتها من ان سي دبل اي ومشاركتها مع وندى حمدي، يعني لا يعني ما شاء الله. وعندنا آية الشامي، سمعت الحمد لله انها خفت وبدات تشارك في تدريبات، يعني الحمد لله الفرقه من احسن لاحسن، وبالروح دي مش هنخسر حاجه باذن المولى سبحانه وتعالى. طيب خلينا نروح للسكواش، ونجمنا التايجر الاهلاوي مصطفى عسل كان بيلعب بطوله ويندي سيتي في الولايات المتحده الامريكيه، حل فيها المركز الثالث. طبعا مصطفى عسل بيجاهد وبيكافح عشان يسترد تاني القمة، ولكن هو كان عنده عقبات كتير عطلته، ولكن هو قادر بإذن الله أنه يستعيد صدارة التصنيف العالمي. خليني أقول لحضراتكم التفاصيل، مصطفى عسل لاعبنا أو لاعب منتخب الوطني ونجم النادي الأهلي للسكواش، حقق المركز الثالث في بطولة ويند سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي مجموع جوائزها 250,000 دولار، رقم كبير، لأن البي اس اي ليه موارد كبيرة، لان في دول عظمى هي النهارده بتشارك في هذه البطولات او في اللعبه دي. بالمناسبه اللعبه دي بقت لعبه اولمبيه النهارده، فالنهارده انت عندك ميداليتين رجال وسيدات، انت محتاجهم جدا ان شاء الله في الاولمبيات لوس انجلوس اللي هتبقى 2028 باذنك يا رب. ومصطفى عسل من اللعيبه اللي ممكن تكون هتلعب اولمبيات لو فضل على مستوى ده ان شاء الله، وارد جدا يكون هو اللي هيكون في اولمبيات 2028. طيب هو خسر في دور قبل النهائي من بول كول بنتيجة 3-0، والحقيقة كان عنده مشوار صعب في البطولة في دور ال 16، يعني فاز بعد ما انسحب روري ستيوارت اللاعب الأيرلندي، وبعدين فاز في دور ال 16 على بوناميليه اللاعب الفرنسي السويسري، وبعد كده فاز بنتيجة 3-1، وفي دور الثمانية فاز على البيروفي ديجو إلياس وهو أفضل اللاعبين بنتيجة 3-2، وبعد كده لم يوفق في ماتش بول كول وطلع من دور قبل النهائي، وبعد كده أخذ المركز الثالث. كده تكون خلصت الحقيقة أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي. خلينا نروح لأخبارنا المحلية، وهنتكلم عن ريشة الطائرة اللي دايما بنكون ليها مكان معنا. ريشة الطائرة، الخماسي الحديث، الجودو، التايكوندو، الألعاب دي، رفع الأثقال، الألعاب النهاردة اللي احنا واقفين جنبها بكل ما نملك من قوة عشان تحقق لنا السلاح. مش عايز أنسى السلاح طبعا، مش عايز أنسى الألعاب اللي النهاردة احنا واقفين جنبها كلنا كشعب مصري وكإعلام رياضي عشان باريس 2024. هو ده الحلم، هو ده الامل. عايزين النهارده 10-15 لاعب مصري يرجعوا بميداليات، عايزين نعمل قفزه كبيره في الجدول الاولمبي في المشاركه الاولمبيه القادمه، خاصه ان الايام دي في توافق وفي زي ما بيقولوا تنسيق عالي جدا ما كانش موجود قبل كده بين وزاره الشباب والرياضه اللي هي ممثله الدوله المصريه الدكتور اشرف صبحي ومساعدينه ومستشارينه ولجانه واداراته في الوزاره، والتنسيق مع المهندس ياسر اديسا القائم باعمال الرئيس، واللي الحقيقه بيبذل مجهود كبير عشان يسارع الوقت عشان يتابع الاشراف على لاعبتنا والرحله الاولمبيه. واول خطوه لينا يا غانا ان شاء الله الشهر القادم الالعاب الافريقيه. منتخب ريشة الطائرة يغادر إلى غانا للمشاركة في بطولة أو دورة الألعاب الأفريقية، وهنلاقي الأخبار دي كتير مع نجومنا وألعابنا الفترة اللي جاية. كل التوفيق ليهم إن شاء الله. منتخبنا الوطني الأول لريشة الطائرة سافر النهاردة الصبح للعاصمة الغانية أكرا، وخلي بالكم الطليعة أو البعثة الأولانية سافرت الثلاث اللي فاتت، كان معانا يوم الأحد كان عبد العزيز غنيم الكابتن، طبعا عبد العزيز غنيم أمين الصندوق وكان رئيس البعثة، وسافر قبلها بأسبوع عشان يرتب. أهو بدأت البعثة بقى تروح عشان هو رتب لها الدنيا خلاص إقامة وملاعب.
طيب البطوله هتتلعب من 8/23 مارس، يعني تقريبا حوالي اسبوعين. مسابقات الريشه الطايره تبتدي بدري شويه لان كل الالعاب ما بتبتديش في نفس الوقت. هتتلعب من 3/10 مارس ويخلصوا ويرجعوا، وفي العاب هتسافر 10 مارس. قائمة منتخبنا بتضم 8 لعيبة بواقع 4 لعيبة و4 لعيبات، وهما ضحى هاني، نوري يسري، رحمة العدوي، هنا زاهر، أحمد صلاح، أدهم حاتم، وكريم محمود عزت، وأحمد علي البهنساوي. دي قوام منتخبنا. وبيقود طبعا المنتخب فنيا كابتن محمود عزب، وبيترأس البعثة كابتن وليد الكسار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ريشة الطائرة. لعيبة منتخبنا مركزة بشكل كبير في البطولة، واللي كان يعني ليها إعداد قوي قبل ما تسافر طبعا من خلال بطولة أفريقيا، وهتساهم في التصنيف العالمي للعيبة، خصوصا أنها آخر المرحلة التأهيلية للأولمبياد باريس 2024، قبل ما يعلن الاتحاد الدولي عن أسماء المؤهلين رسميا، واللي هتكون في بداية شهر 5 بإذن الله. نتمنى إن شاء الله أكبر عدد من لاعبتنا أو الكوتة بتاعتنا أو كوتة أفريقيا يكون فيها عدد كبير من لاعبتنا إن شاء الله. هنسيب الريشة الطائرة وهنروح للجودو، أحد الألعاب اللي ذكرتها في البداية إن هي من الألعاب اللي إحنا حاطين عليها أمل كبير بتحقيق ميدالية أولمبية في باريس 2024. المركز الأولمبي في المعادي شهد تدريب قوي للعيبة منتخبنا الوطني الأول للجودو، ومع 5 لاعبين من العناصر المميزة من جامعة تينيري اليابانية، وده اللي حصل في الجودو. كابتن رشوان الحقيقة عامل بروتوكول عالي مع الدولة اليابانية، وده في إطار تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والاتحاد المصري للجودو. اللعيبة اليابانية دي هتقعد في معسكر هنا لمدة حوالي 30 يوم في المركز الأولمبي، طبعا بتتمرن مع لعبتنا والاستفادة بتبقى متبادلة لمنتخبنا وكمان للبعثة اليابانية، واللي بيعد الأفضل والأقوى على مستوى العالم. اليابانيين في الجودو مش محتاج أتكلم كتير. كابتن رشواني يا جماعة هناك يعني قصة. اتحاد الجودو برئاسة كابتن مرزوق كان عامل اتفاقية دي من شهور، وكان ثمارها بدأت تبان الفترة اللي فاتت، ودي أحد ثمارها اللي احنا بنشوفه التدريب المشترك مع اليابان بهدف النهوض بالجودو المصري. وده من افضل الحاجات اللي عملها او افضل الامور اللي عملها كابتن مرزوق، وهو جعل كابتن رشوان المشرف على المنتخبات الوطنيه، في حين ان الاتحادات السابقه كانت بتخاف تجيب كابتن رشوان. بتخاف ليه؟ انت النهارده لما تجيب كابتن رشوان ويجي وده راجل اسم كبير واللي واللي واللي، طب ما انا عايز انزل انتخابات وعايز ابقى انا الكل في الكل. كابتن مرزوق ما عندوش الكلام ده خالص، قال انا عايز الم كل عيله الجودو، انا مش لوحدي، وكان معانا في اللقاء هنا وقال لك انا مش لوحدي، انا اخر واحد في المنظومه دي. القوي والناجح ما يخافش. نفس الكلام ده قال، نفس السيناريو الكلام ده قاله شريف العريان، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي، نفس الكلام قاله الاستاذ عبد المنعم الحسيني، انا عايز مجموعه معايا تشتغل، انا مش لوحدي. نفس الكلام قاله الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز، نفس الكلام قاله عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمه. والناجح ما يخافش، يبقى جنبه ناس قويه وناس فنيا تقدر تساعده. الضعيف اللي خايف على مكان وخايف على الكرسي يقول لك لا يا عم انا عايز احافظ وما اجيبش حد جاي، لا انا اللي ادير وانا اللي اعمل. مش هتحقق نجاحات زي ما تلم اسره اللعبه كلها حواليك، ودي رساله لكل الاتحادات، هات كل الاسره حواليك، مش لوحدك هتقدر تنجح ان شاء الله. طيب وزير الشباب والرياضه وسفير فرنسا يحضران ختام منافسات كاس العالم لسلاح الشيش. زي ما قلت لحضراتكم برضو الالعاب دي منها السلاح، كان بينظم بطولات كثيره الفتره اللي فاتت ومنها العرض مصر عشان ناخد اكبر حصه لينا في باريس 2024. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والسفير اريك شوفاليه سفير فرنسا في مصر حضروا ختام منافسات بطوله كاس العالم للسلاح، واللي اتلعبت على مجمع الصالات الدولي في فتره من 22 ل 25 فبراير اللي احنا فيه. دي طبعا لقطات حاجه عظمه، كانت تحس ان يعني حاجه يعني صاله واحد دي حاجه جميله جدا. دكتور اشرف صبحي كان حريص على الشد على ايد لاعبتنا وتحفيزهم على بذل اقصى مجهود، وتحقيق نتيجه طيبه، وده كان نتيجه ضمان فرق السلاح الشيش ورجال وسيدات صعودهم للاولمبيات اللي جايه، الف مليون مبروك. وبعدين قال قابل سفير فرنسا كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد، ومعاه المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، والامين العام للجنه الاولمبيه، ومعاهم كابتن احمد سمير الميداني مدير البطوله وعضو مجلس اداره الاتحاد، واعضاء مجلس الاداره طارق الحسيني نائب الرئيس والاتحاد، واحمد نبيل وميرفت حسنين واماني البحيري وامنيه حسين. البطوله شارك فيها 396 لاعبا ولاعبه بيمثلوا 52 دوله. طيب كاميرا الابطال كانت موجوده هناك، هتفرج على التقرير ده مع حضراتكم عن بطوله العالم كاس العالم للسلاح، وبعد كده هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هرجع استقبل ضيوفي في السباحه التوقعيه، فريق 19 سنه بالنادي الاهلي واللي استطاع ان يفوز بالكاس العام لبطوله الجمهوريه. هنشوف التقرير والفاصل وهرجع لحضراتكم تاني.
البطوله اخر البطولات المؤهله لاولمبياد باريس، وبالتالي هي بطوله قويه جدا وبيحضرها كل الابطال بيتنافسوا لحجز بطاقه التاهل لاولمبياد باريس. حضر ما يقرب من 496 لاعب ولاعبه بيمثلوا 52 دوله بالاضافه لمصر الدوله المضيفه. دي البطوله السابعه اللي بينظمها الاتحاد المصري للسلاح، البطوله الدوليه السابعه، وبالتالي اصبح عندنا من الخبرات الكافيه ان احنا نقدر ننظم بطوله بتحظى باهتمام وبالاشاده من المجتمع الدولي كله. الاوبزرفر او المراقب الاتحاد الدولي قال ان دي افضل بطوله من حيث التنظيم. من فتره كنا بنقيم بطوله العالم، رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه قالوا ان هي البطوله الاعظم على مر التاريخ. فالحمد لله احنا دلوقتي جاهزين لاستضافه اي محافل دوليه، وكمان بننال اشاده واسعه وما عندناش اي ملاحظات ولا مشاكل. طبعا هي البطوله دي تعتبر يعني البطوله اللي قبل الاخيره في بطولات التاهيل لاولمبياد باريس. فالنهارده يعني لو لاحظتي هتلاقي في ناس كتير جدا اتاهلت، وفي ناس طلعت بره السباق خالص. فالبطوله دي كان يعني كتجهيز وايز طبعا، يعني احنا خدنا البطوله دي من الصاله دي، خدناها من اتحاد الجمباز قبليها بيوم، بذل مجهود كبير جدا عشان تطلع بالشكل ده، عشان خاطر بيبقى عندنا ثلاث صالات، احنا لاعبين على ثلاث صالات، صاله واحد واثنين وثلاثه، عشان تطلع بالمنظر ده، عشان خاطر تستوعب الاعداد اللي موجوده عندنا. احنا عندنا في الولاد 230 لاعب، وفي البنات 173 لاعبه بيمثلوا 52 دوله. فطبعا عشان تطلع بالمنظر ده، ودي زي ما قلت لك بطوله مهمه جدا قبل الاولمبيكس، لازم طبعا تتنظم بشكل مختلف. النهارده يوم صعب قوي طبعا، في مفاجآت، منتخبات كبيره زي منتخب هونج كونج ما تأهلش، ومنتخبات من اوروبا ما تأهلتش، في البنات منتخب زي منتخب المانيا ما تأهلش، والحمد لله ده في اليوم ده احنا كمان بنأمن تأهلنا، واحنا كنا يعني الحمد لله فارقين بشكل كبير، بس النهارده يعتبر بشكل رسمي. النهارده كانت عوده ليا مع شويه اصابات، انما الحمد لله غير كده كان برده مشاركه كويسه الحمد لله. خلصنا في المركز السابع، والمباراه كانت قريبه في اول ثمانيه. من الفتره دي ان شاء الله لحد الاولمبياد باذن الله نعمل تجهيزات كويسه وتحضيرات. بدأنا اتكلمنا بعد البطولة عن النقط اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. الحمد لله النهاردة برضو سيادة الوزير شرفنا بزيارته، وكل أعضاء مجلس إدارة في دعم كبير لفريق شيش، وإن شاء الله يا رب نحقق الميدالية يا رب. أنا الحمد لله في الفردي عملت 64 رئيسي، بس دي بالنسبة لي حاجة كويسة. السنة اللي فاتت كنت خسرت من البولات، بس فدي خطوه كويسه. وفي الفرق طبعا دخلنا دور الثمانيه، وده انجاز كبير لاي فرقه، بس فان شاء الله نكمل كده في دور الثمانيه وخامس، وندخل ان شاء الله في الاولمبياد نجيب ميداليه ان شاء الله. طبعا ان هي البطوله دي اخر بطوله للتاهيل، اخر كاس عالم للتاهيل، دي حاجه كبيره جدا، وكل البلاد جايه بطوله، بس وحاجه كويسه جدا. 52 دوله، وكل دوله ليها الستايل السلاح بتاعها المختلف، فانك تقدر تلعب مع كل يعني كل دوله، دي حاجه كويسه جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا لكم او ذكرنا في بدايه الحلقه، معانا النهارده فريق 19 سنه للسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي. الفريق ده الحقيقه نجح انه يفوز بالكاس العام لبطوله الجمهوريه. يمكن السباحه التوقيعيه زي ما قلت لحضراتكم من الالعاب الاصيله جوه النادي الاهلي. معانا مجموعه من اللاعبات هنتعرف عليهم. في البدايه طبعا برحب بنور كريم، اهلا بيك يا نور، مبروك. معانا كمان نور محمد، الف مبروك يا نور. معانا كمان فرح عادل، نورانا، والف مليون مبروك يا فرح. الله يبارك. معانا كمان ملك فتحي، الف مليون مبروك. شكرا. خلينا اجي لك يا فرح، يمكن البطوله كانت صعبه شويه يمكن السنه دي، خلينا نكلم الساده المشاهدين، البطوله كانت فين؟ اتلعبت على كام يوم؟
كانت في حمام سباحه ايه؟ كلميني على البطوله. البطوله كانت في النادي الاهلي مدينه نصر وبقت على يومين. كانت البطوله اللي قبلها كانت على يوم واحد بس هي كان في ضغط كتير قوي علينا البطوله اللي فاتت فالبطوله دي كانت يوم واحد يومين. يومين. طيب انت فاكره لعبنا مين ولا يعني اليوم اول مباراه كانت ايه؟ اليوم الثاني كانت ايه؟ اول واحد كنا عملنا رقصه التيم وعملنا ديوات وكان شارك فيها هليوبلس والصيد الجزيره تمام بالم هيلز. انتوا اديتوا يومين يعني اليوم الاول كان ليكم مباريات وماتشات واليوم الثاني برده نفس الكلام. طب والمكسب بيكون على اليومين ولا اليوم يعني الاول منفصل على اليوم الثاني؟ يعني النتائج اليوم الاول حاجه والنتائج اليوم الثاني حاجه ثانيه. يعني انتوا كسبتوا عشان نتائج اليوم الثاني، اليوم الثاني كانت نتيجه احسن. والاول يعني احنا خدنا مركز اول في التيم اللي هي الرقصه الاولانيه عملناها اول يوم. وخدتوا المركز اول في الثاني في الـ في الـ في اليوم الثاني. طب برضو يعني يا ملك نفس الكلام يعني المنافسه كانت مع مين؟ كان هل مين اللي جه بعدينا ثاني؟ يعني كلميني اكتر يعني مين اول مين ثاني مين ثالث؟ المنافسه الفروقات كانت قد ايه؟ هو احنا طلعنا الاول في التيم. الثاني كان ايه؟ كان مين؟ هليوبلس؟ لا مش هليوبلس، حد يفكرني. طيب لا الثاني كان الصيد والثالث كان بالم هيلز. برافو. طيب وكان الفروقات قريبه ولا احنا كنا فارقين؟ لا كنا فارقين قوي المره دي كنت فارقين. الحمد لله. بس في حته مهمه يعني التحكيم ده تقدير يعني ممكن يقول لك شايف الاهلي احسن شايف يعني بس معنى ان انتوا فارقين يعني كل التحكيم اجمع ان انتوا احسن صح؟ نعم الحمد لله. طيب دي اول بطوله ليكم؟ يعني دي اول بطوله ليكم كبنات؟ خدتوا بطولات قبل كده؟ كتير طبعا كتير. طب يعني نقول مثلا اخر بطوله ليكي كانت امتى؟ اللي فاتت دي؟ لا قبليها اللي أصلاً. قبليها كانت قبليها بشهر اولموست يعني. كانت ايه بقى؟ عمومي بقى. كانت عمومي. يعني انت بتلعبي في العمومي وفرح بتلعب في العمومي؟ ما شاء الله الله اكبر. لسه طالعين من 15 السنه اللي قبليها، كنا 15 سنه في 2023 2024 بقينا عمومي و18. كويس. طب انتوا الاربعه بتلعبوا عمومي؟ ايه ده الجمال ده؟ بس ما شاء الله انتوا صغيرين يعني انتوا 2008 و2007 يعني صغيرين. طب يا نور قولي لي البطوله كانت صعبه السنه دي، كان فيها منافسه قويه؟ جدا. مين كان اصعب فريق بيني وبينك يعني شفتوه قلتوا ايه ده هيكسبنا؟ لا هي البطوله اللي قبليها في عمومي كنا خايفين من هليوبلس عشان هو عمل حلو. ففي ايتين ركزنا قوي عشان نكسبهم. طب انتوا عشان تعملوا الحركه مظبوط كفريق انتوا الاول بتبقوا كام بنت في الميه؟ 8 تمام. طب عشان التمانية يكونوا رابطين مع بعض يعني بتتمرنوا كام ساعه في اليوم بقى؟ 6 ساعات اكتر. انتوا بتهزروا؟ لا كتير قوي كتير. ممكن 12 ساعه بقى مش فيتنس بقى يعني في مره اتمرنا من 8 ل 8. ايوه. ايه ده قبل البطوله باسبوعين من 8 ل 8 ل 8 الصبح 8 بالليل؟ ايوه. وايه ده بقى يعني تصحى من النوم تروح الميه وترجع من الميه تنام؟ ايوه بالظبط كده. طب ايه ده الحياه دي صعبه قوي يعني انتوا شايفين يعني انتوا مبسوطين بالحياه دي؟ انا مش مبسوط. لا يعني عايز اقول لك انه صعب ان انت تقوم من النوم. طب والمذاكره فين؟ طب والدنيا ايه بقى والوضع ايه؟ يعني بنحاول على قد ما نقدر بقى توفقوا ننظم الوقت. طيب ليه؟ المدرسه طبعا بتساعدنا قوي. المدارس بتساعدكم؟ يعني ممكن تجيبوا يوم اثنين بتاع؟ ايوه. طب هي البطوله كانت يوم اجازه سبت حد ولا كانت فسحه؟ كانت جمعه وسبت. عشان كده يعني كنتوا تقدروا. طب البطوله بتقعدوا بقى طول الوقت من الصبح نفس الكلام لغايه بالليل بتلعبوا ولا تخلص ماتشك وبتمشي؟ بنروح من 6 الصبح نسخن وايوه وبعدين نخلص ونمشي. بتخلصوا وتمشوا بيبقى الوقت قريب يعني ممكن تبقوا بس بنصحى بدري قوي بقى. بنصحى 4 الصبح. طب خليني اسالكم يا بنات يعني لعيبه ليه اخترتوا السباحه التوقيعيه برغم انها صعبه وطول الوقت في الميه والكلور وعينينا وشعرنا؟ طب ناخد كده انت اخترتي ليه السباحه التوقيعيه؟ انا ما اخترتهاش بس وانا صغيره كنت بلعب باليه ارضي والمدربه اللي كانت بتدربني هناك كانت برضو بتدرب السباحه التوقيعيه فقالت لي ان انا اروح يعني واجرب. وهي اللي علمتني اصلا اعوم بس. ايه ده؟ يعني انت الاول كنت بتلعبي باليه عادي وهو دايما الجمباز حتى لما كان معانا الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد قال لك الجمباز يلعب جمباز يلعب اي حاجه صح؟ طب بس انت بقى في السباحه التوقيعيه عايز تعوم كويس وعايز تبقى عندك باليه كويس. ايوه. طب فيها الموضوع كل حاجه طيب برضو نفس الكلام بالنسبه لك يا نور انت ليه اخترت السباحه التوقيعيه؟ يعني هو انا برضو ما اخترتهاش انا كنت ماشيه مع مامي في النادي بعديها كنت بشوف بنات بتعمل حركات كده فعجبوني جدا. لا ثانيه واحده كان عندي كام سنه ساعتها؟ يعني كان عندي 9 تقريبا. 9 ده انت لعبتي كبيره كمان. انا دخلت بس ما لعبتيش حاجه قبليها زي نور اللي لعبتي باليه مع ارضي. لا كنت بلعب حاجات ثانيه كنت بلعب سباحه. السباحه بس عرفتي يعني سباحه برضه. أيوة. طيب شدتك ليه اللعبه دي؟ ان شاء الله باظت بقى ونفس يعني ممكن تقعد تحت الميه دي او نص طب حرام يعني دي حاجه صعبه. ليه حبيتيها؟
يعني هو كان بالنسبه لي دي حاجه غريبه جدا، هو انتوا ازاي بتعرفوا تعملوا كده؟ فمامي قالت لي مش عايزه تجربي، فقلت لها اه. بس بقى بدأتي حبيتها بقى جدا. بس والقصه ابتدت. طب نفس الكلام برضو يا فرح، عملت ايه؟ لا هو انا الصراحه يعني ما اخترت، يعني انا اللي اخترتها الصراحه برضو. بس عامه انا كنت في السباحه ولقيتهم كانوا بيلعبوا ووتر باليه وكده، فانا كنت في فرع مدينه نصر ولا فرع الجزيره؟ مدينه نصر. مدينه نصر. فكنت بقى يعني شايفاهم بمايوهات حلوه وقش، يعني شكلهم حلو. بالظبط، يعني حركاتهم حلوه ورياضه غريبه، يعني مش سباحه يعني كالعاده يعني. فقلت اختارها، قلت اجرب، ولو ما عجبتنيش انقل السباحه تاني. عجبتك وكملت فيها وما شاء الله بقيتي بطله كبيره اهو. طيب نفس الكلام برضو يا ملك، ليه بقى حبيت اللعبه دي وليه اشتركت فيها؟ اوكي، برضو زي نور يعني كنت ماشيه في النادي مع مامي كده كده. مدينة نصر ولا الجزيرة؟ مفيش في الجزيرة. مفيش في الجزيرة، برافو عليك. كنت كان لازم اساسي اصلا السباحة، لازم نكون نعرف نعوم واخدين ستايلز عشان نقدر نخش الباليه. فانا كنت بلعب اوريدي سباحة، وبعدين رحت عملت تيست في الواتر باليه واتقبلت، كملت سباحة شوية لحد ما كملت ستايلز، بعدين دخلت الواتر باليه. كان في الاول كنت بلعبها كأنها رياضة يعني جنب المذاكرة وحاجات كده، بس بعدين بقى لقيت ناس كبار بقى منتخبات عندنا في النادي، ايه ده انا عايزه ابقى زيهم. وبعدين بقى بيسافروا وبشوفهم على التلفزيون، ده انا عايزه اسافر، عايزه الناس تشوفني، لحد ما الحمد لله حققت ده يعني. برافو عليكي. طب خلينا يا جماعه يعني نروح طبعا للزميل العزيز، احد رموز العاب الميه في النادي الاهلي بل في مصر كلها، كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. يا باشمهندس انت اللي حضرتك رمز، احنا ناس يعني نخدم النادي الاهلي، ونبقى لينا الشرف ان احنا اولا في النادي الاهلي، ولينا الشرف ان احنا مع حضرتك. ربنا يخليك يا كابتن، بجد والله انا ببقى سعيد جدا لما بسمع يعني اسم حضرتك في الاير بيس، وان حضرتك معانا انا بسعد جدا، والف مليون مبروك على الانجاز الجديد والانجاز الكبير ده. وكلمني على الانجاز ده يا كابتن، يعني ندي للبنات دول ايه عملوا ايه وايه الانجاز ده؟ والله البنات دول يعني تعبوا جدا، واحنا بنتكلم من 6 شهور وشغل الصبح وبعد الظهر وطول اليوم، وانا بشكرهم من هنا، وبشكر اولياء امورهم، وبشكر كل من طبعا المدربين والجهاز كله، مع اصغر عامل على حمام السباحه. والله يعني الناس دي كلها بتتعب عشان نوصل للنتيجه دي. النتيجه صعبه ومرهقه، لعبه الباليه لعبه صعبه. صحيح. والانديه اللي بتنافسنا انديه كبيره جدا، واللي زاد كمان ان الانديه الخاصه زي انديه زي نادي سوديك وبالم هيلز ونيو جيزه، كل الانديه بقت الموضوع اللعبه دي لعبه قويه جدا عندهم. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الجهاز من عمرو وكابتن عمرو ممدوح وكابتن لامي مختار وكابتن انجي، انا مش عايز انسى حد، كل الناس تعبت جدا لغايه ما وصلوا النتيجة دي. انا بشكرهم وبشكر البنات الابطال اللي عندك، وان شاء الله بمشيئه الله احنا ما بنقفش عن كده، ان شاء الله بنوعد الناس البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله تبقى في كلاب النادي الاهلي. كابتن وائل، دايما حضرتك بتحرص جوه حمام السباحه او جوه عيله العاب الماء ان يبقى في روح العيله الواحده، دايما بحسش البنات او السباحين اللي بيجوا لي ان هم يعني لا بيتكلموا ان احنا اسره واحده، ان احنا عيله واحده، ان احنا كلنا بنشارك هدف واحد، قادر تحقق ده ازاي مع النهارده انت عندك 3 فروع، يمكن الفرع الرابع كمان في نشاط في السباحه، بتقدر تعمل ازاي ده يا كابتن؟ وازاي تقدر تراقب كل النشاطات دي في وقت واحد؟ والله هو مجهود طبعا، الحمد لله ربنا بيقدرنا ان احنا نتابعه، بس يعني انت زي ما حضرتك عارف انا يعني ايد الواحد وحدها ما بتقفش، انا بشتغل مع المنظومه كلها، الناس كلها احنا ترس داير، كل الناس شغاله، كل الناس بتبقى خايفه على النادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي وعلى الـ 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 النجاحات اللي فاتت، فلازم نكملها. احنا لسه كنت حتى البنات انا قابلتهم، كان عندي اجتماع معاهم في اهل الجزيره، قلت لهم اهم حاجه ان احنا نحب بعض. صح. ونعمل طول ما احنا بنحب بعض وبنخاف على بعض في الميه وبره الميه، النتيجه كده كده ربنا هيكرمنا بيها، لان هم تعبوا. نعم. ده مجهودهم، وانا بشكرهم تاني بقول لحضرتك، وان شاء الله بمشيئه الله بمشيئه الله نفسنا مره تيجي تنورنا بقى ان شاء الله. هيحصل يا كابتن اللي جايه دي باذن الله، الطقم الجميل اللي مع حضرتك كلهم ان شاء الله، لان انتوا برضه تعبانين، احنا بنشكركم برضه احنا، لان انتوا بطبيعتكم لينا هي ده حافز، واستقبالك للبنات ده حافز ليهم، ان شاء الله يبقوا عندك على طول ان شاء الله يا كابتن. طب قول لي بقى فرصه وحدك معايا، ايه ابرز المنافسات عندك اليومين الجايين؟ يعني ايه؟ انا عندي خميس وجمعه، واحنا الحمد لله في الكورت الميه الدوري احنا الاول، الخميس ان شاء الله هنبدا البلاي اوف،
خميس جمعه سبت، خميس جمعه سبت الاسبوع اللي بعده، وان شاء الله يكون الدوري خلصان. احنا اول، نادي الجزيره الثاني، نادي هليوبوليس الثالث، نادي سبورتنج الرابع. ما شاء الله. هنلعب كل اسبوع ماتش. عندنا بطوله الجمهوريه للسباحه هتبدا من فوق 16 سنه لغايه العمومي. احنا المرحله اللي فاتت من اول 10 سنين لغايه 14 سنه طلعنا الاول فيها الحمد لله. ما شاء الله. عندنا بطوله الغطس جايه، عندنا بطوله الماسترز هتبدا ان شاء الله. انت عارف حضرتك جهاز السباحه جهاز كبير قوي. طبعا طبعا. زي ما بقول كده البطولات ما بتهمتش او ما بتخلصش، فاحنا اهو متابعه ان شاء الله وربنا يكرمنا، وان شاء الله نزود دولاب النادي الاهلي من البطولات على ايد الابطال اللي عندنا في النادي. انت قدها ودودها يا كابتن وائل، وكل الجهاز المعاون ليك وكل المدربين والولادك اللاعبين والبنات. بشكرك يا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب النادي بالنادي الاهلي، والحقيقه بشكرك يعني شكر كبير، واتمنى ليك التوفيق كمان في اللي جاي ان شاء الله يا كابتن. بنشكر حضرتك وبنشكر كل الناس، وانا عايز اقول حاجه. اتفضل يا كابتن. برضو انا مش عايز انسى يعني الله يرحمه معالي الوزير عمرو فاروق، انا كان شخص عزيز عليا، وانا من هنا يعني بوصل حضرتك تعازينا، وان شاء الله بمشيئه الله يكون في مكان احسن ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله زي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن، ويعني لمسه وفاء يعني منك لمعالي الوزير، وانا عارف قد ايه هو كان يعني قريب من حضرتك، وكنت اصدقاء قبل ما تبقوا زملاء جوه النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن، وده مش غريب عليك يا كابتن وائل عزت، طبعا رئيس جهاز العاب النادي العاب الماء بالنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين مفيش حد بنكلمه، مفيش مسؤول، مفيش رمز جوه النادي الاهلي بنكلمه في اي لعبه الا ما بيتذكر العامل فاروق، عشان تشوفوا قد ايه اثاره كان جوه النادي الاهلي، وقد ايه علاقته كانت بكل زملائه. انا ما بقولش مدربين ولاعيبه، زملائه جوه النادي الاهلي. هو كان نائب الرئيس، ولكن كان دايما متواجد في كل مكان، ربنا يرحمك، وكل مكان في النادي الاهلي وكل شخص هيتذكرك ان شاء الله بالخير، ربنا يرحمك باذن الله، وان لله وان اليه راجعون. اجي لك يا نور بقى، يعني يمكن يعني بيبقى صعب جدا تقعد 12 ساعه تتمرن، بيبقى صعب ان انت تتحمل المجهود والناحيه البدنيه وكل ده. طب ايه اللي بيخليك تتحملي ده؟ هل عشان بتحب اللعبه ولا عايزه تحققي ايه يعني؟ ايوه طبعا عشان بحب اللعبه، يعني عايزه اكمل في حاجه انا بحبها، وهعمل اي حاجه يعني عشان اكمل، مش مهم بقى اتعب، مش مهم، المهم ان انا اوصل اللي انا عايزاه. عايزه. طيب بابا او ماما كانوا بيلعبوا رياضه؟ مش ما فيش حد كان بيلعب، يعني عايز اقول لك ان ما فيش حد مثلا كان بيلعب سباحه، ما كانش في حد زي. مش زي. طب ونور نفس الكلام، كان في حد بيلعب رياضه عندك في البيت؟ لا يعني مامتي وبابا يلعب بس اخويا. اختك كانت بتلعب؟ اخويا. اخوكي كان بيلعب ايه بقى؟ سباحه؟ بيلعب كوره. كوره. طب ولسه بيلعب؟ في الاهلي ولا بره؟ لا كان بيلعب في الاهلي بس سابه. طب ما شاء الله، بس حلو سباحه كوره، يعني الدنيا يعني بعيده شويه، بس حلو حلو يبقى الاثنين بيلعبوا يعني رياضتين مختلفين. طيب انت بقى ايه اللي مخليكي تحملي التمرين ده نور؟ يعني طبعا ان انا عندي تارجت عايزه اوصل له جدا. ايه بقى التارجت بتاعك؟ التارجت بتاعي اولمبيكس طبعا ان شاء الله. نفسك تلعب في الاولمبياد. وانت يا نور؟ ها نور شايف نور؟ طب مش نور، انا بسالك ليه يا نور؟ طيب الاولمبياد ازاي اوصل لها؟ طيب اعمل ايه؟ اشتغل على نفسي جدا طبعا، واكون كونفيدنت من نفسي وكده، طبعا النتيجه بتاعت ربنا يعني. برافو. طب يا فرح ايه؟ ايه التارجت بتاعك انت؟ التارجت برضه اولمبيكس طبعا او منتخب وبس يعني. بس طب نشوف مالك هتقول لنا ايه؟ ايه التارجت؟ كده كده اولمبيكس التارجت بتاعنا كلنا، يعني محتاجه عشان اوصل للاولمبيكس محتاجه اشوف الويك بوينتس بتاعتي واحسن منها، والحاجات الكويسه اللي فيا برضو اشتغل عليها علشان اوصل للي انا عايزاه في الاخر ان شاء الله. مالك انت ينفع تبقي المتحدثه الرسميه للفريق؟ والله بجد يعني ما شاء الله بتتكلمي كويس، ومش هيبه الكاميرا، مش خايفه منها. برغم ده انت طلعت لقاءات قبل كده يا ملك؟ وانا طفله قوي يعني. يعني حاجه يعني طلعت بس انا بحب عامه. بتحب؟ عشان كده انت ما عندكيش مشكله، مش خايفه من الكاميرا، مش قلقانه، مش متوتره. فلو سمحت انا يعني هقول لكابتن وائل تبقي انت المتحدثه الرسميه للفريق، طبعا مع احترامنا للكوتشات والمدربين، بس ما شاء الله عليكي بتتكلمي وعندك يعني حضور كويس. طيب يعني ايه الحاجه المميزه اللي شايفاها لازم تكون في لعيب او لاعبه، ما فيش لعيبه، لاعبه السباحه التوقيع، يعني ايه اللي لو مش فيه ما يلعبهاش احسن؟ اهم حاجه بالنسبه لي ان هو مهما حصل لو لازم يكمل، مش مثلا لو حصلت له اصابه جامده فاللي هو يقعد، ما انا جالي اصابه ويقعد بقى ويقعد يزعل ويعيط، لا بالعكس يشتغل على نفسه اكتر بالفتره اللي هو قاعد فيها تعبان، يعمل دبل الافورت علشان يعوض اللي فاته. فانا بحس ان اي رياضي شاطر عايز يوصل لحاجه قدام لازم يشتغل على نفسه وما يستسلمش ابدا مهما كانت الظروف. بصراحه برافو عليك. طيب فرح، يعني ايه بقى اللي المفروض يكون في لعيبه السباحه التوقيعيه؟ هل مثلا
زي ما قالت ملك انها تشتغل ويبقى عندها صبوره اكتر، المينتاليتي تشتغل عليها زي منتال ان هي تطور، لان اللعبه دي منتال، هي ديفنتلي منتال. انت راجل بتطور ادائك الحركي مع عقلك. شايفه ايه اللي بيميز اللعيب والمهم تبقى اللعيبه فيها الموضوع؟ هو كده كده لازم اي لعيب يعني لو هيلعب اللعبه دي لازم يعني يعرف انه هيتعب، يعني مش هياخد اي حاجه بالظبط، يعني مش هياخد اي حاجه وخلاص يعني. ويعني هو اللي عارف بنفسه، يعني هو عارف هو بيشتغل جامد هو بيشتغل قليل، يعني لو هو مش عايز يشتغل ما يخشش يعني. يعني انت لازم تتحمل اللي هتشوفه بالزبط. ولازم يبقى عندك هدف عشان تحمل ده. طب مين مثلك الاعلى؟ مين اللي شايفاه عايزه تبقي زيه؟ الصراحه مش حاطه مثل، يعني انا ابقى مثلي يعني الصراحه. مش حاطه موديل في دماغك بس انت تبقي موديل. طب برضو يا ملك انت ليكي حد مثل اعلى؟ دلوقتي في السكورينج سيستم الجديد بتاعنا بقت مثلا واحده بطله جدا، السنه اللي فاتت جابت اول مش عارف ايه، مثلا السنه دي جابت سادس، ففي حاجات كتيره بتحصل. ماليش موديل معين، ماليش ايدل معينه، عايزه ابقى احسن فيرجن بالنسبه لي انا برافو عليك. نفس الكلام بيطبق مع وقت نور. يعني ايه المهم يبقى في لعيبه السباحه التوقيعيه؟ ايه اللي انت شايفاه مهم وانت عارفه انه مهم وانت محافظه عليه؟ زي ما ملك قالت برضو ان احنا ما نستسلمش مهما حاجه حصلت، واشتغل على قد ما اقدر، حتى لو تعبت لازم اكمل. يعني حتى مهما شفتي لازم افضل مكمله. طيب مين مثلك الاعلى؟ ما عنديش برضو. برضو انت موديل نفسك. انا مثل اعلى بتاع نفسي، عايزه اوصل بس لاحسن حاجه. تشتغل نفسك وتطوري من ادائك. وده نوع من انواع برضو ان انت تحدي لنفسك، يعني انت بتحاول بشكل او باخر ان انت يبقى ليك تحدي. طب نور ايه بقى؟ ايه بقى انت بالنسبه لك ايه الصفه المهمه في لعيبه السباحه التوقيعيه من وجهه نظرك؟ حاسه لازم يبقى كونسيستنت، ويبقى مؤمن بالكونسيستنسي يعني هي الكي، عشان يعني مش هيلاقي البروجريس فجاه، لا لازم يقعد يتعب حتى مش سيزون. ممكن كتير على كتير قوي. ايوه. طب مين مثلك الاعلى؟ يعني ملهاش علاقه بالرياضه بس مامي. مامتك مثلك الاعلى؟ برافو عليك. ايه هاي على فكره ماما بتتفرج عليها دلوقتي وكويس. برافو. انت كده بص كده النهارده علمتي علينا. انت كده بصي ماما بتتفرج عليكي وانت النهارده بصي هتتعشى عشوه تمام ان شاء الله ما ترجع. لا بس عايز اقول لك انه صح، يعني برضو الام هي بتبقى اكبر داعم لبنتها والاسره كلها. طب قولي لي يعني يا فتحي بقى، انا بقى لازم اتكلم عشان انتوا لو رجعتوا ما قلتوش ماما بص يعني هتبقى الوضع صعب. طب انا هجي لك يا فرح، ماما وبابا بالنسبه لك ايه؟ بيعملوا لك ايه؟ يعني شايفه السبورت بتاعهم ايه؟ كده كده من غير ماما او بابا انا كده كده ما كنتش هبقى في المكان اللي انا فيه دلوقتي عامه، عشان هم بيشجعوني على طول، ومن غيرهم ما كنتش اصلا هروح التمرين، او من وانا صغيره اصلا يهتموا بيا اصلا ان انا اتمرن او العب اي لعبه عامه. تقول لهم ايه طيب؟ يعني هم دلوقتي سامعين وكانوا بيتفرجوا عليك، تقول لهم ايه بقى؟ يلا. شكرا على يعني شكرا على بذلكم مجهود معايا السنين اللي جايه واللي فاتت. طيب مين بقى اكتر بيتعب معاكي، بابا ولا ماما؟ هو الصراحه يعني من الناحيه الماديه اكيد بابا، بس من الناحيه العمليه ماما، عشان يعني هي اللي بتوديني في كل حته الصراحه. حلو حلوه الاجابه دي. بس عايزين خليني اقول لك حاجه برضو، مفيش بنت جت على الترابيزه هنا اللي ما قالت بابا، والبنت حبيبه باباها حتى لو بابا مسافر بره بابا بيتعب. طب خلينا ملك اجي لك برضو، يعني دور الاسره ايه؟ شايفه يعني بابا وماما دورهم ايه لاي لاعب رياضي؟ هل النجاح الرياضي معتمد اعتماد كله على بابا ومامته، خاصه ان كابتن وائل شكر اولياء الامور؟ شايفه دور بابا وماما معاكي ايه في الرياضه؟ بصراحه يعني هو مش هقول لك 50-50 عليا وعلى عيلتي، بس جزء كبير وجزء طبعا عليا. يعني مامي تعبت معايا جدا جدا وهي عارفه ده كويس، ووصيتني النهارده اتكلم عليها هي وخالتي والحيله كلها، يعني مش هقول الاسامي. ربنا يخليكم لبعض يا رب. بس هي تعبت معايا قوي واستحملتني، يعني لا هي قبل البطوله انا ببقى ستريس، ببقى متعصبه، لا ببقى حاله متوتره جدا. فهي بتستحملني ساعات بنتنشن على بعض، هي بتهدي الموضوع. لا هي بصراحه بتستحملني، ثانك يو قوي بصراحه. وخالتي برضو، لا خالتي برضو بتدعم معايا، بتوصلني التمرين. الله. طب ده يعني خالته برضو يعني اول حد يا جماعه في برنامج الابطال يشكر خالته، بس خالته دايما ليها دور كبير، مظلومه دايما بصراحه. طيب بتشكريها طبعا، اكيد بتدعم معاكي، ماما بتبقى مشغوله هي بتوديكي التمرين بالظبط. ايوه. شفتي بقى انا عارف ازاي. لا ان شاء الله ربنا يخليكوا. طب بابا فين والدنيا ايه؟ لا بابي برضو يعني إيه؟ لا معايا طبعا. ما اقدرش اعيش من غيره. ايوه بقى ايوه، يظبط الاداء كده. ماشي مش هفكرك كتير. لا ما تقلقش. طيب
لا بابي برضو بيسبورتني قوي، هو مش معايا في القاهره بس هو بيكلمني على طول وبيطمن عليا. لا هو معايا في كل مكان. طيب نروح برضو لنور، بابا وماما بيعملوا ايه معانا نور؟ لا دول اهم حاجه في حياتي. اول ما قلت بابا وماما اتفتحتي بقى قاعده من اول الحلقه قاعده متضايقه يعني محرجه شويه. بيعملوا معاكي ايه؟ بيوصوا احكي لي بابا وماما بيعملوا ايه من الصبح؟ هما اول من غيرهم طبعا كنتش هعمل اي حاجه من اللي انا عملتها في حياتي. ربنا يخليهم لك. وعايز اشكر مامي على اللي هي بتساعدوني، ولما انا مثلا بقع ومكنش عايزه اكمل هي اللي بتحمسني وتقول لي لا عايزه توصلي، لازم توصلي اللي انت عايزه توصلي له وكده. وبابي طبعا هو اللي بيشيل كل حاجه. مين بيتعامل معاكي اكتر، بابي ولا ماما؟ بابي في الحته الماديه، ومامي طبعا بتوصلني في كل حاجه. بابا. يعني هي بيرسونال درايفر بتاعي. شفت؟ يا عيني ماما رايحه جايه رايحه جايه. ربنا يخليكم لبعض يا رب، ودايما كده يعني تبقى انتوا فرحتهم. نور بقى ايه، قولي لي بقى بابا وماما بيعملوا ايه؟ انت شكلك على فكره هاديه في الاستوديو بس شكلك شقيه جدا بره، ولا العكس؟ قوي. صح شفت بقى؟ يعني شكلك هادية وقاعدة كده بس شكلك ايه يعني، يعني متحركة جامد. قولي لي بقى بابا وماما ايه بقى؟ ايه؟ ايوه طبعا هما بيسبورت مي جامد قوي، وطبعا اهم حاجة ان هما مش بيبريشر بي ان انا اعمل اي حاجة غصب عني وكده، فدي بصراحة بتكون ان انا مريحاني جدا. يعني بعمل حاجة عشان انا عايزة اعملها وبحبها، مش عشان مثلا بريشر او حاجة. طيب ومين بيتعب معاكي اكتر بقى؟ يعني حاسه مامي بصراحه. مامي شفت اول مره. بابايا طبعا بيتعب في كل حاجه بس مامتي هي بتكون معايا وكل حاجه وهي عارفه كل حاجه. الحقي بسرعه نفسك، الحقي نفسك. الحقي نفسك بسرعه، كلمتين لبابا يلا، فاضل دقيقتين ثلاثه. بابايا بيتعب معايا جدا. تقولي لهم ايه بقى؟ لهم بجد شكرا جدا على كل حاجه. طيب عايزين نقول اخر حاجه في يعني في 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 في, في الفقره دي. النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي هو بيتنا واللي بنتمرن فيه وكل حاجه. قولي لي انا عايز كل طبعا الموضوع ده هيبقى صعب شويه، انا بساله للاكبر منكم بس انتوا حاولوا. النادي الاهلي بالنسبه لكم ايه؟ ناخد حاولي في كلمتين ثلاثه. انا هبتدي طبعا بملك عشان ملك هي اكتر واحده يعني ستيبل ومتحدثه فهتفتح لكم الطريق. ملك النادي الاهلي بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه لنا كلنا بيتنا التاني اللي هو بعد البيت على طول، لان بنقضي فيه معظم الوقت. فبالنسبه لي انا بروح واقعد 12 ساعه، 12 ساعه يعني نص اليوم، اللي هو ممكن اروح افطر واخد بريك واتغدى واتعشى انا بس مذاكر في النادي كل حاجه بتعمل في النادي بجد كل حاجه. لا بصراحه يعني النادي وقف في ظهرنا كتير قوي قوي قوي، ومن غيره احنا ما كناش وصلنا للي احنا فيه. مدربين شكرا يعني من هنا لبكره بتعبوا معانا قوي الصراحه. يا كابتن وائل، يا كابتن وائل عزت، عندك متحدث قوي جدا عندك في السباحه. طيب اجي لك برضه يا فرح، قولي لي النادي الاهلي بالنسبه لك ايه؟ يعني تخيلي كده انت بتكلمي النادي الاهلي طول الوقت. اكيد هو بيتي التاني، يعني هو مستحملني ان انا بزوره كل يوم تقريبا، يعني لو انا عايزه ابات فيه ممكن ابات فيه. يعني تحسي براحه وانت جوه النادي الاهلي، او انت داخله شنطتك وداخله باب النادي الاهلي بتحسي ان انت يعني بحس في بيتي التاني، يعني أمان هو بيتي وثقه وكل حاجه صح؟ اكنها اوضه نومي يعني. صحيح بالظبط، النادي الاهلي كده، انت بتتحرك بيتك بتتحرك هنا لهنا، هو ده النادي الاهلي. حاسه بقيمه ان انت بتلعبي في النادي الاهلي صح؟ طب نور انا رحت هناك الاول اديتكم وقت تفكروا بحكوا عشان النادي الاهلي بالنسبه لك يا نور بقى؟ انا اصلا بروح النادي اكثر ما بروح البيت. اهلا اهلا وسهلا كده، مفيش مذاكره يا باشا. طيب ماشي بجد انا حاسه ان انا عايشه في النادي اصلا. صحيح كلنا بفيل سيف قوي وانا في النادي طبعا، بطمن قوي اصلا تقريبا حياتي كلها في النادي. بتحب النادي الاهلي قوي نور؟ النادي الاهلي بالنسبه لك ايه؟ زي ما هم قالوا هو فعلا بيتي، ويعني المدربين واللعيبه والتيم بتاعي كل حد متعودة عليهم بقى وكده. عيلتي. انا بشكركم جدا، نورتوني وشرفتوني طبعا. نور كريم نورتيني وشرفتيني، وعايزك ان شاء الله تبقي احسن واحسن وتحققي ذاتك ان شاء الله. نور محمد بشكرك شكرا جزيلا. بشكر فرح عادل الف شكر، نورتيني وشرفتيني. طبعا بشكر ملك فتحي الف شكر، موفقه باذن الله. اعزائي المشاهدين دي كانت الفقره الاولى، مكملين مع السباحه التوقيعيه. زي ما شفت حضراتكم يعني فراشات ملكات بمعنى الكلمه، وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه نشاط كبير وفي دنيا تانيه جوه النادي الاهلي. مكملين معاكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا النهارده واحتفالنا بالسباحه التوقيعيه. فريق 19 سنه واللي فاز بالكاس العام لبطوله الجمهوريه في انجاز كبير، يمكن تكلم عنه باستفاضه الكابتن وائل عزت رئيس الجهاز اللي كان في مداخله معانا كمان
تليفونية في الفقرة الأولى. برحب في البداية بكابتن إنجي الرفاعي مدير قطاع الناشئات للسباحة الطبقائية في النادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن إنجي. أهلا بيك. منورانا وألف مليون مبروك. ربنا يخليك ميرسي. برحب بكابتن يسرى عدلي مدرب السباحة الطبقائية للناشئات في النادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن يسرى. أهلا بحضرتك. منورانا وألف مليون مبروك. كتير. لاعبات الفريق طبعا وأحد نجماته جاسمين منجد 2007 أهلا بيك منورانا. وألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. كمان طبعا جانا جمال منورانا وألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. الحقيقه جيلك طبعا كابتن انجي يمكن السباحه الطوقيه من الالعاب الاصيله جوه النادي الاهلي. النشاط يمكن بيلاقي اقبال من اعضاء الجمعيه العموميه بشكل كبير. كلمينا عن الاستراكشر الهيكل للسباحه الطوقيه لغايه ما نوصل للنجمات للاعبات اللي قاعدين معانا. بتعملوا ايه جوه النادي الاهلي لغايه ما توصلوا للفرق؟ هو النادي الاهلي متهيألي هو جهازه ده مختلف عن اي نادي تاني انه ما شاء الله يعني بيبقى جهاز عريق. فانا دايما بحس ان النجاح اللي حصل ده بسبب الاستراكتور والدعم بتاع الجهاز كامل ابتداء من اول كابتن وائل عزت اللي هو رئيس الجهاز العاب الماء كلها وكابتن محمد فضل وكابتن عمرو ممدوح وطبعا كل المدربات مجهود كبير على راسهم كابتن يسرى واللعيبه كلهم بقى الفريق تعبوا معانا قوي. النشاط بتاعنا السباحه الطوقيه هو فقط في مدينه نصر مظبوط؟ اه ما عندناش في الجزيره ما عندناش في الشيخ زايد هو بس هناك. اه مدينه نصر بس. يعني اوفر فيو كده عندنا كام لعيبه مثلا في الناشئين او في الناشئات طبعا عندنا كام لعيبه من اول الاكاديميات لغايه ما نوصل 19 سنه بالتقريب هو صعب طبعا بالتقريب يعني ممكن نعدي ال 100 متهيألي يعني كتير كتير يعني عدد كبير قادرين تسيطر عليه بشكل او كبير الحمد لله. طب خلينا نشوف برضو من الناحيه الفنيه كابتن يسرى يعني ازاي بتعملوا بتمرنوا ازاي بتحطي جدولك ازاي التمرين مش بيمشي ازاي على حمام السباحه؟ هو التمرين بيبتدي من اول الفتنس وبعد كده ببتدي على سباحه بعد كده ببتدي دايفنج بعد كده ببتدي انا واتر بالي فاحنا لازم بنبقى زي فريق كامل بنكمل بعض. تمرينة الواتر بالي بقى نفسها بتبقى سنة تقيلة لأن طبعا. هي بتبقى ممكن التمرينة تبقى قاعدة معايا من 8 ل 10 ساعات يا خبر أبيض لأن هي كلها ديتيلز صغيرة قوي يعني دايما ببتدي كلها حاجات بكاونتس كلها لازم كلها نرفع في كاونت معين لازم كل التشكيلات طبعا. نقلبها مع الموسيقى كمان كله يعدوا مع بعضه ودلوقتي كمان عاملين رولز جديدة فبقى في حاجة اسمها بيز مارك فبقتش كلها عباره عن كريوجرافي والاحسن لا بقى في بوينتس بتتحسب ولو البوينت دي اتشالت بيبقى بتاخدي زيرو فبقى الموضوع اصعب اصعب كتير قوي. طب والنظام الجديد ده يعني طبق حديثا ولا بقاله فتره ماشي كده؟ بقاله سنه ده جديد يعني الموضوع بقاله جديد. طب انتوا دخلتوا الكلام ده وتابعتوا الابديت اللي حصل على التحكيم وبداتوا تعلموه للبنات في النادي بالظبط طب ده كان صعب عليكم كان لازم انتوا تفهموه الاول كان صعب قوي 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 في الاول بس باي تايم الدنيا بقت تمام بقت اسهل طيب 10 ساعات البنات بتتمرن البنات في حركه فما بيزهقوش طب المدرب المدرب مش بحس بجد فعلا لا مش بحس لا لا بلاقي مره واحده التمرينه خلصت بس هم ما بيحسوش كده 10 ساعات خلصت طب ايه ده يعني اقعد امرن 10 ساعات في اليوم بتقولي حضرتك خلصت ممكن نكون ما خلصناش اصلا بتبقى ممكن نكونش خلصنا اللي احنا عايزين نخلصه كمان الله طب ما يبقى كده الناس كلها تيجي تتمرن معاكم بقى عشان حاجه التمرين لا ما شاء الله مجهود كبير طب خلينا نشوف برضو اللاعبات جاسمين البطوله كلميني على البطوله بقى كانت صعبه شاركت ازاي كلميني عن ابرز المباريات اللي اتلعبت كلميني بقى على البطوله اكتر هي كانت صعبه شويه في التمرين وكده بس يعني قبل البطوله والتمارين كانت تبقى كتير وساعات طويله وكده بس يعني الحمد لله عملنا كويس في البطوله جاسمين انت بتلعبي عمومي صح ما شاء الله اغلبكم بيلعب عموما طيب لو قلنا انه البطوله كانت محتاجه شغل جامد ومحتاجه مجهود جامد قبل البطوله طيب والتركيز اثناء البطوله ما مهم جدا لان انتوا لعبتكم موسيقى والحركه لو لعيبه من الثمانيه سبقت يعني كان في سبق او لاك شويه عن الحركه بتخسره طيب التركيز في البطوله بتعملوا ايه؟ الكوتشات بيعملوا معاكم ايه في البطوله؟ بتخليكم ازاي تركزوا؟ بنقعد مع بعض ونركز نقعد نعد الحاجات اللي بنعملها نقعد نعملها على المزيكا مع بعض وكده يعني نقعد نعملها كتير قبل ما ننزل عشان
نبقى مركزين. ممكن تكرروا الحركه دي على الارض؟ اه بنعملها قبل بطريقه ثانيه. بطريقه ثانيه بحيث ان انتوا يبقى كله انتوا بتبقوا بتتحركوا مش شايفين بعض صح؟ اه في الميه احنا بنبقى من غير نظارات بس بنبقى شايفين شويه يعني. شايفين شويه انما بتبقى انما حتى بيبقى في ناس في الخلفيه وفي ناس قدام فمش كله شايف بعض. اه مش كله شايف بس احنا بنبقى حافظين بنتحرك ازاي وبنبقى عملناه كتير فبنبقى اتعودنا عليه. صعب قوي صدقني بس حاجه ممتعه بيني وبينك يعني بصراحه حاجه ممتعه. طب بتسمعوا الموسيقى في الميه طبعا. صح؟ بيبقى في سماعات تحت. طب شايفه يعني دنيا تانية يعني لعبه جميله جدا جدا. طب انت بتستمتعي باللعبه دي؟ مش قوي بحبها ونفسك تكملي فيها عادي؟ طب ليه اخترتيها من الاول؟ انا مامتي فيها من زمان قوي و ماما كانت بتلعبها. اه مامي كانت بتلعبها وبتمرنها وكده فانت طلعتي زي ماما يعني انت لعبتيها فروم سكراتش فروم يعني زي ما بيقولوا من البدايه انت لعبت اللعبه دي ما لعبتيش لعبه تانية؟ لا لعبت العاب تانية كتير بس يعني هي دي لعبت سباحه ولعبت باسكت وان بول وحاجات تانية كتير. باسكت طب ليه ما كملتيش باسكت؟ ما كنتش بحبه. راجل متحيز للباسكت يعني ده مش مشكله. طب ما تفكري هنمضيكي خلاص بقى تقولي بص الكباتن هيزعلوا مني بقى انت هتيجي تمضي اللعيبه هنا. لا طبعا انا بهزر يعني اكيد لعبتك جميله جدا وانت بتستمتعي بيها. طب برضو اجي لك يا نور يعني ليه يعني ليه بدات سباحه توقيعيه؟ جنى انا اسف معلش ليه جنى بداتي سباحه توقيعيه ليه لعبتيه؟ هل كان في حد من اسرتك زي جاسم كان بيلعب ولا لا؟ هو الحقيقه ما كنتش ما اعرفش قوي اللعبه ساعتها زمان بس كنا مامتي كنا بنتمشى برضو في النادي وكده هي عجبتها قوي اللعبه وحسيتها جديده ومفيش حد بيلعبها كتير فحسيتني ان انا ممكن ابقى ماشيه فيها كويس والحمد لله يعني. طيب اللعبه في اولها يعني كلاعبه بقى ناخد راي كلاعب من وجهه نظر لاعب او لاعبه اللعبه في بدايتها اصعب ولا لما بتاخدها بقى كاحتراف وكمستوى تنافسي اصعب؟ كويس. اعتقد في اخرها مثلا يعني لو انت اصعب؟ لا يعني لو انت بتفضل يعني لو انت تركز عايز توصل الهدف اللي قدامك والمنتخب والاولمبيكس وكده فتبقى اصعب كتير يعني. اصعب من البدايات؟ اه البدايات بتبقى عادي انما انت يعني بتتبسط باللعبه اكتر. انما الفتره بقى التنافسيه دي بتبقى فيها ضغط عصبي اكتر. أيوة. طب انت على المستوى الشخصي بتعملي ايه عشان تعملي ريليز نفسك لان اللعبه دي لو تنشنتي خلاص راحت منك النقطه او راح او درجاتك بتعملي ايه؟ ممكن ان هو بقعد لوحدي شويه بس اللي هو بظبط نفسي عشان الواحد بيتوتر جامد قوي في اخر البطوله. طيب 10 ساعات تمرين ايه؟ بيعدوا عليكم ازاي؟ لا هو بيعدي علينا صعب شويه. مش مستوعب 10 ساعات تمرين دي بصراحه. لا هو بيعدي علينا كتير شويه بس عشان اللي هو عشان برضه نوصل نعمل كويس في البطوله وكده. طب جنى يعني 10 ساعات بتتمرنوا نفس بتعيدوا نفس الحركات ولا ال 10 ساعات متقسمين؟ يعني انا بشوف برضه كلاعبات انتوا ال 10 ساعات بيتقسموا مثلا هل في حبه بيبقى في الاول مثلا على الارض بعد كده بتنزلوا الميه بعد كده بتبقوا اتنينات مع بعض تلاتات ولا كله نفس الحركه التيم كله بيكررها مع بعض؟ لا ما هو في بقى الدويتس والسولوز وكده فبتقسمها البلان بقى يعني يوصلوا وانجي يظبطوها البلان مثلا نبدا بالدويتات الاول سولوهات الاول كده يعني. ده كده ال 10 ساعات قليلين يا كابتن كده فهمت قصدي يعني ده كده يعني ديتيلز كتيره بس. طيب خلينا نتكلم عن الناحيه البدنيه للاعبات وده مهم جدا اسمع من حضراتكم يعني طبعا كابتن انجي اكيد في مدربه او مدرب اعداد بدني ايه المطلوب للاعيبه السباحه التوقيعيه؟ ايه المطلوب؟ يعني في العاب بتبقى محتاجه قوه، في العاب محتاجه مرونه، في العاب محتاجه الاثنين. ايه اللي من وجهه نظر حضرتك او من وجهه نظر الصح اللعبه دي محتاجاها في الناحيه الفيزيكال؟ هي الووتر بالي عباره عن ميكس العاب محتاج القوه ومحتاج المرونه ومحتاج النفس الطويل بتاع الجري، محتاج بتهيألي الميكس الالعاب كلها يعني. فاحنا الفيتنس برضو متقسم عندنا ان في جزء للقوه وفي جزء لازم المرونات. نعم لازم يعني بس فده لازم بيبقى جزء اساسي اهم حاجه. محتاج نفس جري تجرو جدا انديورنس اساسي يعني يعني بتجروا مسافات طويله مسافات قصيره ولا مش مهم قوي؟ لا مش شرط يعني بس التمرينه لازم بيبقى فيها اللي هو بيبقى بارت الكارديو ولازم الانديورنس ولازم بنعمل كل فتره ايفالويشن نشوف النفس بيتحسن المرونه بتتحسن يعني لازم بنقعد برضو نقيس التطور بتاع البنات يعني. الاحتكاك في اللعبه الماتشات اللي بتلعبها ده مهم للاعبات؟ هل انا مهم العب يعني اجواء التمرين 100% بتبقى مختلفه عن اجواء المباريات بيبقى في شد بيبقى في تنشنه بتلعب حمام سباحه مختلف غير اللي بتتمرن فيه كل مره، هل الاحتكاك مهم يعني هل المعسكرات والاحتكاك ده مهم ولا التمرين كافي؟ لا انا بالنسبه لي يعني رايي ان التمرين مش كافي ان الاحتكاك الداخلي والخارجي مهم قوي.
بمعنى جدا. ايه الداخلي وايه الخارجي؟ يعني البطولات الداخليه اللي احنا بنعملها دي جومس. مهمه اللي هي الجمهوريه والكاس والكلام ده مهم قوي، وحاسه كمان مهم انهم يحتكوا ببره بالمنافسات اللي بره كمان. لعبنا حاجه بره كده؟ سافروا من سنتين بطوله في الامارات، بتبقى بطوله دوليه كده. فالحاجات دي بتبقى مهمه قوي برده، نشوف البلاد بره شغاله ازاي، مستوى عامل ازاي، طريقه التمرين، يعني كل حاجه بتبقى برده اكسبيرينس ثانيه خالص. طب كابتن يوسف، احنا عندنا في قطاع الناشئات، انا عارف في الـ في الـ في السباحه التوقيعيه انه يعني في الفريق الاول او العمومي مش لازم سن معين، يعني ممكن اجيب حد او لاعيبه 13 سنه تلعب 14 سنه. الفريق العمومي بتاعنا بيتكون من ايه؟ هل جايبين لعيبه من بره؟ هل كلهم ولاد النادي الاهلي؟ هل مصعدين جزء؟ يعني الاستراكشر بتاع الفريق الاول ايه؟ انا دايما بدي برايورتي بتاعتي للسن نفسه، يعني بحب ادي دايما البنات اللي هم سنهم في السن ده لازم ينزلوا. لو السن نفسه مش مكفي عندي ببتدي اخد من سن الازهر، بس عمري ما بلجا ان انا اخد ناس من بره. برافو، يعني انت عندك السياسه في النادي الاهلي السن اللي هو سنه بياخد منه. عايزه طعم بطعم من بنات النادي الاهلي، ما ببصش لبره خالص. لا، بحب ادي فرص للناس كلها اللي موجوده، يعني ما بحبش استسهل واخد من بره اسهل. طيب لو قلنا من ثلاث سنين احنا كنا فين؟ يعني كنت يعني اعرف انه كان لسه بنبني في السباحه التوقيعيه بقالنا فتره، يعني بدانا امتى نعمل الطفره دي؟ يعني الـ 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 الاتجاه او النجاح ده بدا من كام سنه تقريبا؟ بتهيألي بقى لهم خمس ست سنين، صح؟ من كام سنه تقريبا؟ خمس ست سنين. بداتوا بقى تطوروا وبداتوا تشتغلوا ورجعوا السباحه التوقيعيه. ابتدى الفكر يتغير شويه في النادي. طيب خلاص، احنا خلينا نروح عبر الهاتف. معانا كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عمرو. كابتن عمرو. طيب كابتن عمرو جاهز يا جماعه؟ كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن عمرو. الو كابتن عمرو. طيب خلينا نكمل حوارنا طيب ونجهز. طيب نجيبه تاني معانا كابتن عمرو. طيب اجي لك برده يا جاسمين، يعني ليه السباحه التوقيعيه؟ يعني شايفه ايه اللي بيميز السباحه التوقيعيه؟ اللاعبه في السباحه التوقيعيه محتاجه تعمل ايه؟ او محتاجه ايه الصفات اللي تكون فيها؟ كده كده ان هي تبقى اللي هو طالما يعني خلاص انا هلعب اللعبه دي يبقى استحملها بكل حاجه، اللي هو حتى اللي هو اصابات ايا كان ايه اللي بيحصل، اللي هو انا اخترت اللعبه دي فانا اللي هو هكمل فيها، حتى انا عارفه ايه صعوباتها وان هي صعبه وكل حاجه، بس يعني خلاص انا اخترتها بكل الحاجات اللي فيها فخلاص. لازم تتحملي، لازم عندك طول النفس، لان هي لعبه عايزه 10 ساعات تمرين، فلازم يبقى في طول نفس ولازم تتحملي كل شيء. طيب خلينا نروح لكابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن عمرو. يا كابتن هيثم ازاي حضرتك؟ وحشني جدا يا كابتن عمرو والله. وحضرتك اكتر والله، ببقى سعيد لما بسمع صوتك وبدخل معاك كده في مداخلات. يا كابتن ده احنا اللي بنبقى سعداء وبتنور بيتك وشاشه قناه النادي الاهلي. كابتن عمرو الف مبروك على هذا الانجاز، كلمني عن الانجاز ده، المنافسات، ابرز المنافسين، يعني ليه الانجاز ده نعتبره من احد انجازات هذا الموسم؟ والله الحمد لله. في الاول طبعا يعني احنا انا عايز اقول بس ان البنات انا ما عرفتهمش، يعني هم انا بشوفهم طبعا بالكلور وبالميه فهم متشيكين قوي النهارده. هنبهرك يا كابتن عمرو، هنبهرك. ايوه طبعا. والله احنا المنافسه السنه دي تحديدا كانت صعوبتها في تغيير القوانين اللي احنا شغالين بيها بقالنا موسم. زي ما كابتن انجي وكابتن نصر قالوا، القانون الجديد غير حاجات كتير جدا في معطيات اللعبه، خلى لازم يبقى فيه تناسق وهارموني كبير جدا ما بين البنات علشان الدرجات اللي بتتحط او درجات الصعوبات اللي بتتحط لازم البنات تعملها يا اما هياخدوا صفر على الحركه، فده طبعا زود المنافسه كبيره جدا ما بين الانديه. احنا البطوله دي فيها 9 انديه شاركوا، منها طبعا انديه الصيد واليابلس والجزيره، الانديه العريقه في اللعبه، ومعاهم طبعا نادي الزهور، ومعاهم نادي الزمالك، ومعاهم نادي سموحه، والانديه الخاصه طبعا نيو جيزه وصادق وبالم هيل، وكلهم شغالين على نفسهم وشغالين على البنات. ده اللي بيزود المستوى الفني للعبه بوجه عام، بيفيد المنتخبات طبعا. طب كابتن، يمكن برضو العمومي، يعني احنا عندنا مجموعه من اللاعبات بيلعبوا في العمومي، وكانوا بيلعبوا عمومي من فتره يعني.
طيب احنا وسمعنا من كابتن يسرى ان سياسه النادي الاهلي هو الاكتفاء ببنات النادي الاهلي، طب المستقبل يا كابتن احنا عندنا يعني نطمن ان احنا عندنا جيل او اجيال ثانيه طالعه؟ والله بص يا كابتن هيثم، البنات اللي كانوا مع حضرتك والبنات اللي موجودين دول بنات جدعان جدا، البنات دي بتقعد بتتمرن في كل الظروف اللي حضرتك تتخيلها، ما حر برد مطر، يعني بيقعدوا في الميه، يعني انا باجي وبروح وهم لسه قاعدين في الميه بيقعدوا يعني ساعات كبيره جدا في الميه، بيبذلوا مجهود كبير جدا، بيبذلوا مجهود بدني، عندهم تمرين مدرب فتنس، عندهم مدرب جمباز ارضي علشان الحركات، طبعا السباحه والباليه كابتن يسرى وكابتن انجي متوليينه من الف للياء، ولا نغفل دور كابتن لاميا اللي هي اللي بنقول عليها المستشار الفني او الاستشاري بتاعنا. نعم. اللي بتساعدنا حاجات كتير جدا في الناحيه الفنيه. نعم. وهم يعني البنات قاموا بدور كبير جدا 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 من الناحيه الفنيه، ان هم يساعدوا المدربات ان هم يوصلوا للمستوى ده، وان احنا من خلالهم نحقق للنادي بطوله مهمه زي دي. طب كابتن عندك ايه في السباحه التوقيعيه جاي؟ يعني ايه ابرز المنافسات اللي جايه عندك الفتره اللي جايه يا كابتن؟ احنا عندنا كمان اسبوع تقريبا يوم 8 و9 مارس بطوله 15 سنه. نعم. دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا علشان نكسب كاس الناشئات وندخله النادي، وده ان شاء الله يبقى اول مره يدخل النادي. احنا الحمد لله بطوله 19 سنه قبلنا فيها بلاء حسن، عندنا بطوله 15 وبطوله 12 سنه بعد رمضان ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله متوفقين فيها يا كابتن، وباذن الله نبارك لك على مجهودك ومجهود اللاعبات والمدربين، وان شاء الله باذن الله من توفيق لتوفيق يا كابتن عمر. وانا اللي بشكرك جدا يا كابتن هيثم، يعني البنات دول استحملونا كتير جدا، قعدناهم مع منتال كوتش علشان يظبط اي ستريس هم بيتعرضوا له. بنشكر طبعا اولياء الامور جدا ان هم كانوا بيجيبوا البنات وحريصين جدا على ان هم يخلوهم ملتزمين في التمرين. فانا اللي بشكرك يا كابتن هيثم وبشكر البنات. الشكر ليكم يا ابطال. كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا عبر الهاتف كابتن. ايه قصه المنتال كوتش دي؟ يعني الواحد انا اعرف المنتال كوتش بيكون في الكوره في الباسكت، بس النهارده السباحه التوقيعيه عندي منتال كوتش. انا شايفه ان ده بارت مهم قوي في اي رياضه خلاص. صح. زي ما احنا بنتمرن على الفيزيكال بارت لازم المنتال ده لازم يبقى حاضر بصراحه. فانا مبسوطه ان البارت ده موجود عندنا وبنشتغل عليه، ونفسي كمان ندخله في بروجرامز اكتر كمان قدام كمان. طب كابتن فرق معاكي ده كابتن في تدريب؟ يعني لقيتي البنات بيتطوروا منتالي؟ فرق، لان هو بتوصل للحظه هم البنات مش طايقينك، لان انت مقعدهم كتير قوي في الموقف. لا مش البنات، البنات واولياء الامور. يعني انا لما اجي انا يبقى عندي بنتي بتلعب يعني سباحه توقيعيه و10 ساعات، انا اروح بقى واجي مش قادرين يعني يستوعبوا ان ده لمصلحتهم، فبيفضلوا في الاخر خلاص هم مش قادرين. فببقى محتاجه حد يتكلم معاهم شويه يفهمهم ان انتوا هتوصلوا لحاجه حلوه قوي، بس محتاجين تدوسوا على نفسكم شويه. طول ما هو ببقى انا بس في الاخر ما لا توصل نتيجة، لا بقى هوصل للي انا عايزاه بس. مش الغريبه يا كابتن ان كل اللاعبات قالوا لا لازم نتحمل، لازم نتحمل، فواضح ان في عذاب اليم بيحصل. هي لعبه صعبه، هي لعبه صعبه، والموضوع بيبقى تقيل شويه. يعني بيبقى فيزيكلي ومنتلي وكل حاجه بتبقى تقيله، 10 ساعات كتير قوي، تركيز كتير. طب خلينا نشوف يعني جسم اتمرنوا كام يوم في الاسبوع؟ سته. طب ليه؟ أنا كنت هقول مثلا أربعة. طب ليه؟ ليه ستة؟ ممكن لو يعني مثلا في تمرينة كانت قصيرة ولا حاجة يبقوا سبعة يعني. الله الله أكبر. بص يا كابتن أنا ما عملتش حاجة خالص. بس كابتن كابتن لسه ما تبصليش، احنا محتاجين المنتل كوتش فعلا. محتاجين، أنا اللي محتاج منتل كوتش دلوقتي يا جماعة، أنا مش مستوعب يعني إيه 10 ساعات تمرين. لا بجد يعني مجهود كبير بيبذل. طب المذاكرة إيه؟ يعني بنحاول. بنذاكر في المية ولا إيه الوضع؟ يعني في البريك بيبقى فيه صعوبه، بيديهم بريك يذاكروا والله، يحضروا البريك في التمرين سيشنز. والله كانوا بيطلعوا سيشنز اونلاين يحضروا وينزلوا تاني. حصل؟ حصل للدرجه دي؟ سجلت لها مره. لا احكي لي مثلا، انت عندك سيشن، عندك اونلاين مثلا كورس بتاخديه، بتطلعي من التمرين تحضريه وترجعي التمرين؟ ده احنا عايشين التمرين. ده احنا بلاد تشيلنا وبلاد جوه التمرين. طيب بس ده يعني مش هيجي الا اذا كنتوا انتوا حابين اللعبه دي. طبعا. طب لو رجع بيكي الزمن شويه ثلاث اربع سنين تختاري برضه؟ بص بتضحك، بتضحك جاسمين بتضحك. لو رجع الزمن تاني تختاريها؟ ممكن. ممكن. بص ما تستفيش حاجه يا كابتن. بنت الكوتش على طول. ارجع. ايوه بنت الكوتش على طول. مهم جدا. مسك الاعلى مين؟
ممكن ماما. ماما ليه بقى؟ وقفت جنبي كتير قوي في الضغطات بتاعه التمرين ومذاكرتي وكده. 10 ساعات بتقعد معاك يعني ده لازم تكون يعني بصراحه حموله جدا. طب انت الكوتش للعيادات والاهالي وللمذيع اللي غطى حلقه المسدس. طيب النهارده يعني بابا ماما يعني اكيد تعبوا معاك صح؟ أكيد. تقولي لهم ايه دلوقتي؟ بصي بقى الكاميرا بتاعتك دي وقولي بقى. تقولي لهم شكرا جدا على كل حاجه معموله في حياتي. خلي بالك ماما وبابا شايفينك. طب مين بيتعب اكتر بابا ولا ماما معانا؟ الاثنين. بلاش الاجابات الدبلوماسيه دي بقى، يعني قولي اللي بيتعب بجد بقى. البنت وحدها. اصل البنت حبيب بس الام اللي بتتعب. حبيبته. والاب حبيب البنت حبيبته. بنته بنته حبيبها، فمش هتيجي على باباها انسي. فممكن عشان ما تجيش عليه تقولي الاثنين. فهو غالبا كده. فطب نفس الكلام جاسمين، يعني تقولي ايه لبابا وماما؟ نقول لهم برضه شكرا على كل حاجه، بيتعبوا معايا في كل حاجه. يعني تمرين ومذاكرة وكل حاجة. طب ايه أكتر حاجة ممكن تعملها لهم تفرحوا؟ يلا سؤال بقى سهل أهو. نجاح. أذاكر. أذاكر واضح إن بص. نجاح. أذاكر جابت من الآخر. لا يعني. أذاكر إيه وتفوق في مذاكرتي وكده يعني. برافو عليكي، أنجح. يبقى هو ده النجاح، هو أكتر هدية ممكن تقدمها تفرح بيها باباك وماما، مش عايزين منك حاجة، صح؟ نفس الكلام جنى؟ اكيد. النجاح ها؟ يعني بتحس ان هما بيفرحوا قوي بنجاحك؟ قوي. انت كان ليكي اخوات بيلعبوا؟ عندي اخت اصغر مني بتلعب. بتلعب برضو كويسه زي كده ما شاء الله؟ لازم، ما ماما كانت بتلعب نفس اللعب. جنى نفس الكلام، ايه الاخبار؟ لا ما عنديش. طب لعبوا رياضه ثانيه؟ لا برضو. انت الرياضية الوحيد في العيلة. متدلعة بقى وقصة كبيرة. عشان الرياضية محدش يكلمني. محدش يكلمني انا رايح التمرين. يا ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. كابتن يسرى يعني امتى نشوف عندنا فريق او منتخب سباحة توقيعية يقدر ينافس؟ انا مش هقول ميدالية اولمبية لان مستحيل ينافس، لان دي عايزة 10 ساعات، احنا هم يتمرنوا 24 ساعة مثلا. النهاردة نقدر ازاي يبقى عندنا فريق او منتخب ينافس في المحافل الدولية؟ انا شايفة ان البنات دي اصلا ممكن يعني بسهولة جدا تبتدي تخش منتخب وتبتدي تخش تنافس في الاولمبيكس، لان هم عندهم كل حاجة ممكن تدخلهم. اللي انا بس محتاجاه علشان ادخل، انا محتاجة ان انا ابقى عاملة proper plan، بلان منظمة بالزيادة، تبقى مبتدية من اول فتنس، دايفنج، فلكسبيليتي، منتل كوتش، سباحة، انا وكلنا نبقى بنمشي في نفس السايكل. هوصل ازاي؟ الموضوع بقى سهل قوي، لان دلوقتي ما بقتش بتتحسب على مين الاقوى، بقت بتتحسب مين ما بيغلطش. مين ما بيغلطش؟ يعني ممكن روسيا تنزل تغلط غلطه، بقت بره. مصر نزلت، مصر ما غلطتش، بقت اول. طب ده يتحقق ازاي؟ هل مثلا محتاجين خواجه مثلا يجي يلعب الدنيا؟ ممكن بسواعد مصريه؟ لا، احنا في مصر عندنا عقدة الخواجة شوية. صح. ان احنا اي حد من بره هيبقى بيفهم اكتر من المصريين. لا، انا بحس ان المصري بيبقى لويل اكتر، وحاسس ان هو لا انا عايز اوصل البنات دي لحاجة، لان هم اولاد بنات. لكن عامة اللي جاي من بره بالنسبة له دي شغلانة وماشي. بيزنس. انت دارسة ايه يا كابتن؟ انا كنت الجامعه الالمانيه فاينانس وانترناشونال بزنس. بص هو لازم يبقى الاثنين نجاح في المجال العملي والرياضه لازم مرتبطين ببعض. طب كابتن نفس السؤال، انت بيليف ان احنا نقدر يبقى عندنا منتخب قوي وينافس زي ما كابتن يسرى مصدقه ده وشايفه ان احنا عندنا امكانيات نعمل ده ولا لا؟ احنا عندنا اوريدي منتخب، وعندنا اربع بنات من نادي الاهلي في المنتخب اللي بينافس، كان لسه في بطوله العالم في الدوحه. واوريدي اربع بنات دول كانوا في نازلين ان شاء الله الاولمبيكس اللي جايه. ومصر ماشيه بالقوانين الجديده دي، ماشيه كويس جدا جدا. يعني احنا في بطوله العالم اللي فاتت كسبنا اوكرانيا، يعني اوكرانيا يعني عشان كده الرولز الجديده بقت معموله دي بالظبط، فبقت الرولز الجديده المعموله دلوقتي ما لهاش كريتيريا. اللي فاتت خدنا ترتيب كام تفتكري؟ احنا كنا طالعين السابع، كسبنا استراليا كان بسكور حلو، كنا عاملين سكور اول مره يتعمل، يعني احنا بنقرب. لا، وعملنا سكور كان اول مره نعمله، اصلا كان حلو جدا جدا. يعني صدقني انا دي اول مره اعرف المعلومه دي، يعني انا عارف ان الباليه المائي بيشارك، ولكن ان احنا نوصل سابع دي كانت معلومه. سابع وسكور كمان، احنا بنحسن السكور بتاعنا نفسه، فده انا شايفه مصر ماشيه على طريق كويس جدا. طب خليني اسالك بشكل تاني، هل في دوله محتكره اللعبه؟ يعني في يعني مثلا الباسكت هنقول امريكا اللي مش عارف. ما هو قبل القوانين الجديده كان روسيا. روسيا. كان في ترتيب روسيا واوكرانيا، والثالث ده بقى بيختلف كان كل سنه. لكن دلوقتي ما بقاش كده. دي سهلت الدنيا جدا.
طب دي حاجه كويسه، والنادي الاهلي هيبقى له دور، لان النهارده حضراتكم بتقولي ان اربع لاعبات من عندنا في المنتخب. فده يعني اربعه من ثمانيه، هم بيكونوا ثمانيه صح ولا ممكن يكون عدد 12 وبيختاروا ثمانيه لكل ماتش صح؟ يعني النهارده بيبقى عندي ثلث المنتخب من النادي الاهلي، فده يعني النادي الاهلي ممكن يساهم بشكل كبير. بالظبط، عليكم دور كبير يا كباتن، هنخليهم 12 ساعه بعد الحلقه. طب خلينا نروح برضو للبنات او اللاعبات. جاسمين يعني طموحاتك ايه؟ يعني دايما بحب اسال اللاعب او اللاعبه، لان انت لو بتتمرن من غير حلم او بتتمرن من غير طموح فهيبقى نفسك قصير. ايه طموحاتك؟ يعني بتغمضي عينك كده بالليل قبل ما تنامي، نفسك تحققي ايه؟ ان انا اخش الاولمبيكس ان شاء الله. طب شايفه ده بعيد؟ لا ان شاء الله، يعني اتمرن واشتغل على نفسي جامد، واللي هو هدوس على نفسي لغايه اما ان شاء الله هخش الاولمبيكس. طيب يعني بتفكري مثلا لو جات لك فرصه دراسه بره، جامعه مدرسه تروحي، يعني ممكن ده يساعدك ولا بقائك في النادي الاهلي ومصر افضل؟ يعني على حسب، بس ممكن لو اللي هو حاجه كويسه او كده، يعني حتى لو سافرت اكمل تعليم بره برضه هكمل. ما طبعا ما هيبقوا الاثنين. بس هل يعني بس دي على حسب الفرصه، انت هتروحي مكان هتبقي فيه احسن، دي على حسب الفرصه لما تجي لك، بس انت هدفك ان انت تروحي الاولمبياد. ان شاء الله. طب نفس الكلام يا جنى، ايه؟ اولمبيكس. طب شايفه ده حلم صعب؟ لا، لو فعلا اشتغلت على نفسي واتمرنت كتير انا هحققه. يعني هل الموضوع تمرين عدد ساعات شايفاه، ولا محتاج الكواليتي نفسها ان انا اكون مركزه في الحركه؟ لا كواليتي، لا مركزه، فتنس كده، مش ساعات تمرين خالص. طب نفس السؤال برضو، هل لو جات لك فرصه تسافري بره، لان في يعني مثلا عندنا لاعيبه الغطس مها اللي راحت جامعات بره وقعدت فتره طويله جدا ولعبت دورتين اولمبيتين، لعبت ريو دي جانيرو على ما افتكر، ولعبت طوكيو 2020. فالنهارده عندنا لاعبات اولمبيات يعني في الغطس والسباحه التوقيعيه، هم الاثنين ولاد عم يعني. فهل لو جات لك فرصه تسافري ممكن تفكري في ده ولا قعدك في مصر؟ لا أفضل. ممكن افكر. ممكن تفكر. طيب شايفين ان السؤال ده يعني ابليكابل او ممكن يتطبق، ان اللاعبات يسافروا، خاصه عندنا تجربه المها، مها رجعت طبعا الفتره دي، ولكن وهي موجوده في امريكا كنت متابعها بشكل كويس وعملت شغل كويس في الاولمبياد، هل سفر البنات بره والاحتكاك في جامعات في امريكا او وات ايفر في اوروبا افضل، ولا انها تقعد؟ يعني اخد رايك الاول يا كابتن انجي. انا شايفاها بتبقى اكسبيرينس او اكسبوجر جديد للبنت، انها بتنفتح على طريقه تمرين مختلفه وطريقه تفكير مختلفه، فكل ده بيفيدهم جامد قوي، وبعدين بيرجعوا يفيدوا بلدهم بطريقه او باخرى كمدربين يعني كذا حد كان لعيب مؤمنه بالتجربه دي. جدا تبقى مفيده جدا ليهم. كابتن رايك ايه في التجربه دي؟ نفس الكلام، انا شايفه الاكسبوجر ده لازم يتعمل، حتى لو مش بيقدروا ان هم يسافروا جامعات بره او كده، لازم يبقى مثلا في كامبس بره لازم بنطلعها، لازم ناخد اكسبيرينس من الناس بره. برافو عليك، وانا متفق معاكم في ده. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني الحقيقه، استمتعت جدا باللقاء وشفت قد ايه الجهد المبذول، بالتالي ما فيش حد بيعمل جهد زيكم 10 ساعات دي مستحيل. الحقيقه بشكركم شكرا جزيلا والف مليون مبروك. كابتن يسرى عدلي طبعا مدرب السباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، بشكرك. في حضرتك شكرا جزيلا. كابتن انجي الرفاعي مدير قطاع الناشئات السباحه التوقيعيه، نورتيني وشرفتيني. ميرسي. لعيبه الفريق ونجمه الفريق جاسمين منجد، نورتيني وشرفتيني. ميرسي. طبعا جنى جمال، نورتيني وشرفتيني. شكرا. اعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا حضراتكم يعني بيتهيألي مفيش ابدا فرقه هتتمرن 10 ساعات في اليوم، زي ما بقول لكم دايما الالعاب الاخرى ممكن تلاقي في العاب يبذل فيها مجهود اكتر من كره القدم، ولكن ما بيبقاش باين، وده دورنا هنا في الابطال ان احنا نحط الضوء على هذه الالعاب. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال.